أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في استوديو القمة العربية 28 والتي تعقد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لتسليط المزيد من الضوء. نستضيف هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله الغانم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا دكتور. لنبدأ بهذه الحلقة بأهم الملفات التي قد تكون خلال هذه القمة صاحبة قرارات إنجاز التعبير، أو نخرج بهذه القمة بقرارات. ما هي أهم الملفات التي برأيك ستشير إليها هذه القمة بداية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفق قادة الأمة العربية لما فيه الخير والصلاح، وأن يخرجهم من هذه القمة بإنجازات عملية واقعية، يعني وهذا أمل دائما يتكرر، خاصة وأن احنا نكرر مع كل قمة بأن القمم كلها حتى السابقة نكرر أنها تعقد في ظروف حساسة، ولكن الإشكالية الرئيسية ليس فقط أن تعقد بظروف حساسة، نحتاج أيضا إلى قرارات حساسة تعالج هذه الظروف الحساسة، هذا المطلوب. ولهذا نجد أن الملفات كثيرا ما تتكرر في كل القمم، تعود الملفات مرة أخرى، مما يشير إلى أن عملية العلاج لم تكن ناجعة كثيرا مع معظم الملفات هذه. ولهذا نجد أن الملفات التقليدية موجودة كما هي، مثل ملف الصراع العربي الإسرائيلي، ثم عندنا الملفات المتعلقة بالملف السوري، الملف الليبي، الملف اليمني، قضية الإرهاب الذي أصبح يعني يضرب بعمق في الجسد العربي، ويئن العرب والمسلمين بالدرجة من هذا الإرهاب أكثر مما يئن منه المجتمع الغربي الذي يتكلم عن الإرهاب الإسلامي للأسف الشديد. لذلك نقول أن هذه الملفات سوف تكون هي المطروحة أمام القادة، ونتمنى أن يخرجوا بحل ولو لملف واحد الأقل يعني. نعم دكتور عبد الله، يعني تعلم أنه هناك قضايا أصبحت محورية خصوصا في الخمس سنوات الماضية، ملف اليمن، الملف السوري، والملف الليبي ربما تصاعد في الفترة الأخيرة. هل سيكون هناك تأثير لملف على حساب ملف آخر برأيك في هذه القمة، طالما أنه يعني اتفقنا على أنه القضية الفلسطينية هي الملف شبه الدائم في كل القمم العربية منذ الأربعينيات أو من بداية انعقاد هذه القمم؟ هل سيؤثر ملف على ملف آخر في هذه القمة بالنسبة للقضايا الثلاث، ليبيا واليمن وسوريا؟ بالتأكيد الملفات هذه تتفاوت في الأهمية بحسب الظروف التي تمر فيها يعني كل دولة، اليمن أو ليبيا أو سوريا تتفاوت. ولكن اليوم نستطيع أن نقول أن الملف الأكثر يعني إلحاحا هو الملف السوري، لأن الملف السوري يحتوي على عدة إشكالات. الإشكال الأول وهو أكبر إشكال يعاني من الملف السوري هو قضية اللاجئين والنازحين الذين أصبحوا يمثلون ثقل كبير جدا على يعني دول الجوار وعلى دول الخليج العربي التي تقوم بتمويل مثل هؤلاء. هذا قضية النازحين السوريين هي الأكبر بين الملفات الثلاثة. أيضا قضية الصراع مع الإرهاب هي الأكبر أيضا في سوريا ضد داعش في مقارنة بالقاعدة الموجودة في اليمن مثلا، ولها ضربات محدودة. وكذلك داعش موجودين في ليبيا ولكن بدرجة أقل حدة مما هو قائم في الملف السوري. أيضا سوريا تعاني من إشكالات التدخل، أصبحت مدولة تدويل كامل، تدخل دولي كامل في هذا الملف، بخلاف يعني ما هو موجود في اليمن، محاولات عربية لحل هذا الإشكال. نجد أن سوريا هناك يعني إيران، هناك روسيا، هناك الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تركيا والدول العربية. فهو أكثر ملفات تعقيدا، وهو أكثر ملفات دموية للأسف الشديد بين كل الملفات اللي احنا يعني سنتكلم عنها وستكون هي مطروحة أمام التحرك العربي. دكتور تعلم أنه يعني دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الجديد، هذه أول قمة تعقد بتغير الإدارة الأمريكية بنهج مختلف ربما بشكل كبير عن سلف باراك أوباما. تأثير الملفات التي ستطرح وتأثير العلاقات، هناك أيضا زيارة للعاهل الأردني مباشرة بعد هذه القمة، هل تتوقع أن تحمل ملفات إلى الإدارة الأمريكية لضلوعها ربما في المشاركة ببعض الحلول في المنطقة على أرض الواقع، طالما أن الإدارة تغيرت فممكن أن نجد حلول أخرى أو نقنع بحلول أخرى؟ نعم، يفترض أن بعد ما يتم الآن عقد هذه القمة أن تكون هناك صورة واضحة عند الملك الأردن حول الرؤى المتعددة
التي يحملها قادة دول الوطن العربي، ويسعى هو حقيقة الآن إلى توحيد هذه الرؤى، بحيث أنه عندما ينتقل أو يذهب إلى الإدارة الأمريكية يستطيع أن يعرض رؤية متماسكة، حتى لا يفاجأ بأن هو يعرض إشكالات. هو يريد أن يعرض إشكال مع حل، لا أن يذهب بالإشكالات، وإلا ما فائدة القمم العربية؟ وأنا هنا يجب أن أبين قضية مهمة في قضية الحلول العربية. دائما ما نتكلم عن ضرورة إصلاح جامعة الدول العربية، وهذا كلام جيد يعني، لكن الإصلاح لا يكون فقط من ناحية هيكلية مؤسسية أو وظيفية، يعني أن يكون على مستوى الوظائف التي يعني تبتدع أو يتم يعني تعميق دورها في الجامعة العربية، أو فقط الهيكلية المؤسسية. نحتاج إلى إصلاح الإرادات السياسية، أن يكون هناك تناغم بالإرادات السياسية عندما تطرح الملفات. دائما ما نسمع أن الهدف واحد في كل الملفات، أن عندنا هدف هو حل مثلا الصراع العربي الإسرائيلي، الكل متفق عليه، القضاء على الإرهاب الكل متفق عليه، لكن الذي غير متفق عليه وهو الذي يعيق أي تقدم تجاه تحقيق الأهداف هو الرؤية المشتركة. ما هي الرؤية المشتركة؟ لا توجد رؤية مشتركة للأسف شديد، إلا في يعني نستطيع أنها جزر. أو نحن يعني نتحدث عن آلية التعامل أيضا مع القضايا أو مع الملفات. نعم، إحنا نتكلم مع الملفات، هناك تعامل جزئي، هناك اتفاقيات. ونحن نتحدث دكتور يعني يبدو على الشاشة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين مستقبلا يعني رؤساء الوفود المشاركة قبل انعقاد القمة العربية والتي ستكون بعد أقل من ساعة من الآن. تفضل دكتور. نعم، فإحنا نرجع ونقول أن ضرورة تناغم الإرادات السياسية. لماذا؟ لأن جامعة الدول العربية عبارة عن مجموعة من السيادات المنفصلة عن بعضها البعض، هي ليست جسد واحد، دولة واحدة، سيادة واحدة، لا، هناك سيادات متعددة ولكل سيادة رؤيتها وتفكيرها في التعامل مع الملف بحسب مصالحها الخاصة. نعم، هناك مصلحة عامة، لكن يجب أن نعترف بوجود مصالح خاصة لكل دولة بحسب الظروف التي يعني تناسبها أو يعني الأهداف التي تسعى إليها. دكتور، ربما هنا نعم. يعني أود أن أشير إلى أنه هناك دور يعني لعبته الكويت بما يخص لم الشمل العربي، يعني إذا ما عدنا إلى سنوات قليلة مضت إلى عام 2009 كان هناك مصالحة يعني في الكويت. نعم، سعت لها الكويت يعني بسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله في المصالحة التي بين سوريا جرت بين سوريا والسعودية في ذلك الوقت. هناك أيضا ملفات أخرى، هناك نشاط دبلوماسي كويتي لاحتواء الأزمة اليمنية فيما يخص الاتفاق الخليجي أو الحل الخليجي، المبادرة الخليجية ما تسمى اصطلاحا في هذه القضية. دور الكويت خلال هذه القمة، قرب الكويت ربما من معظم الدول وإن اختلفت السياسات، ولكن المصالح تبقى متشابهة ربما لكل الخارطة العربية. نعم، ولله الحمد الكويت تحمل يعني إرث تاريخي جيد من حيث المصداقية السياسية. هذا أمر مهم جدا، لأن عندما يكون هناك أطراف متنافرين وتسعى إلى أن توجد فيما بينهم نوع من الاتفاق، أن تقوم أنت بمصالحة، مبادرة للمصالحة، لا يمكن أن يقوم أي طرف بالمصالحة بين الأطراف المتنافرة ما لم يكن هو نفسه الذي سيقوم بالمبادرة يحمل مصداقية لدى الأطراف المتنافرة أو التي تسعى إلى تحقيق التصالح. الكويت لديها هذا التاريخ ولله الحمد، عندها حيادية عالية جدا، عندها مصداقية، وسمو الأمير حفظه الله صريح في هذه الأمور، ولديه الصراحة والشجاعة بأن يصرح بما هو موجود من إشكال، ويصرح بضرورة بكيفية معالجة حقيقة. لكن يبقى الآن على الطرف الآخر، وهو دور الدول التي تسعى أو الدول التي سوف تدخل في عملية مصالحة، مدى سعيها إلى التنازل، تحقيق تنازلات. احنا يجب ان نؤكد ان العمل الجماعي يحتاج عمل من نوع من التنازلات فيما بعض. لا يمكن انك انت تدخل الى اي مصالحة دون ان تقدم شيء وتاخذ شيء، لكني اني ادخل فيما يسمى على قولتهم زيرو سام جيم، يعني ما 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 يحدث هذا، ان تكون هناك معادلة صفرية. معادلة صفرية بمعنى اني أدخل معك بالمصالحة بس أحصل على كل شيء وأنت لا تحصل على شيء، إذن هذه لا قيمة لها في المصالحات السياسية ولا قيمة لها في الدبلوماسية. تنازلات مجانية ربما. نعم، يعني تعد. لكن كما تحدثت قبل قليل عن أنه السياسات الخارجية للدول هي مختلفة وتتبع. نعم،
يعني مصالح الدولة وكيفية اتفاق هذه الدولة. لكن لدينا منظومة مجموعة دول مجلس التعاون التي تتشابه كثيرا في أهدافها وتتفق كثيرا في أمور كثيرة، ولديها قمة دورية كما هي القمة العربية. دور مجموعة دول مجلس التعاون ككتلة وفرادة في هذه القمة، نعطيك أمثلة على دور هذه الدول. يعني يؤسفنا أن نقول أن دائما ما يتكلمون عن قضية الحل العربي الشامل للقضايا، لكن لما تطرح القضايا تجد أن هذا الحل ليس موجود إلا في الخيال. ومثال ذلك عندما طرحت قضية التعاون مع الملف اليمني وإيقاف الميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح من عملية تدمير اليمن، دعيت الدول العربية للتدخل بشكل شامل كحل شامل زين بقيادة المملكة العربية السعودية، فما وجدنا مع المملكة العربية السعودية إلا دول مجلس التعاون الخليجي بصورة عامة وقليلة من الدول العربية، في حين الدول الأخرى حقيقة رفعت يديها. هذه أيضا صادفت، يعني تتذكر معي دكتور، صادفت القمة العربية 26 التي كانت في شرم الشيخ في الشقيقة مصر في ذلك الوقت، فصادفت هي بداية الأزمة المشكلة اليمنية أو بداية عاصفة الحزم لإرجاع الشرعية في اليمن. فهذا الملف طالما أنه تطرقت إلى ملف اليمن، لماذا نجد أنه التحرك العربي لإخراج اليمن من هذه المشكلة، يعني التحرك هو خليجي، المبادرة كانت خليجية، والتحرك العربي كان خجولا إلى حد بعيد في التعامل مع هذه القضية، كيف يمكن أن يحل ملف كاليمن في قمة كالقمة العربية قمة البحر؟ طيب خلينا ناخذها واحدة واحدة. لماذا الدول الخليج هي التي تحركت بالدرجة الأولى؟ لأن اليمن يعتبر هو الخاسرة مجلس التعاون الخليجي، وأي حالة من فقدان استقرار في هذا الأمر سينصب مباشرة على مجلس التعاون الخليجي. حضور إذن الدكتور حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى مقر انعقاد القمة العربية 28 والتي ستعقد بعد قليل. جلالة الملك عبد الله ابن الحسين مستقبلا سمو أمير البلاد في القاعة الخاصة بعقد القمة الخليجية 28 خلال هذه اللحظات. مرحبا جلالة الملك عبد الله الثاني بسمو أمير البلاد لتبدأ بعد قليل القمة العربية الثانية. نواصل أستاذ عبد الله فيما يخص الملف اليمني والجهود الخليجية لذلك. نعم، مثل ما بينا عندما توقفنا قبل التعليق على أن اليمن، ملف اليمن هو موقع اليمن استراتيجي وقربه من مجلس التعاون الخليجي والتأثيرات السياسية عليه، هناك أيضا حدود برية تربطه معه، طبعا موقع استراتيجي خطير جدا يعني. ولا تنسى أن هذا اليمن يقع أيضا على باب المندب، يعني على مضيق أيضا من أهم المضايق العربية. بالتأكيد لابد أن يكون هناك تحرك خليجي، لأن الخليج هم الأقرب إلى هذه الأزمة وهم وهذا التحرك لا يخدم فقط، يجب أن نعرف، الخليج، وإنما نتيجة لوجود تدخلات خارجية في اليمن متمثلة في إيران وغيرها. فالتدخل الإيراني ليس منحصرا على اليمن، وإنما أيضا موجود في سوريا وفي العراق وفي لبنان. فبالتالي التوسع الإيراني هذا عندما وصل إلى منطقة حساسة مثل اليمن كان لابد من التحرك المضاد لإيقاف هذا التوسع والتبجح الإيراني بأننا قد رفعنا أعلامنا على 4 دول وما إلى ذلك. هذه إشكالية يعني نحتاج إلى معالجتها معهم بدرجة عالية من الدبلوماسية. أيضا الأمر الثاني أن قضية الملف اليمني مرتبطة بخطورة حدوث حالة من يعني نقدر نقول حلقة من الأزمات. يعني احنا بالسابق معظم الأزمات كانت عندنا في الشمال صوب الحرب العراقية الإيرانية، نعم صحيح. ثم وجدنا ان حرب الخليج الأولى ومن ثم ثم يعني الغزو العراقي للكويت وما حدث ذلك. لكن الآن لو نظرنا نجد ان العراق في أزمة، سوريا في أزمة، ايضا لبنان يعاني من أزمة، يسمونها مصر تعاني من أزمة. فهناك حلقة أخذت بالاستدارة على منطقة الخليج كتوسع العربي، كتوسع جغرافي، نعم امتداد، يعني امتداد من الأزمات، حلقة من الأزمات.
وتكاد تغلق بالأزمة اليمنية الآن من الجنوب. فأصبحنا الآن من الشمال عندنا أزمات، ومن الجنوب عندنا أزمات، ومن الشرق أزمات، ومن الغرب أزمات. فبالتالي كيف نتعامل مع هذه الأزمات؟ لابد من مخرج منها والتعامل بشكل فاعل. سياسة التهدئة الطويلة المدى هذه لم تنجح للأسف الشديد فترة طويلة، لذلك كان من اللازم التحرك. وأنا في اعتقادي أن التحرك في الملف اليمني على الرغم ما تم من عاصفة الطائرة كان يجب أن يكون تحرك أو أبكر بكثير من هذا الأمر قبل أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، ولكن يعني ربما غلبت يعني الجوانب السياسية نعم. أكثر إلى أن وصلوا إلى درجة نعم. يعني نعم. قد لا يعني يفيد معها تحمل المزيد. لكن بالنسبة للملف السوري، طالما تحدثنا عن الملف اليمني، لدينا الملف السوري ولدينا أيضا الملف الليبي، إذا ما أخذناها بالتفصيل. الملف السوري هناك تدخلات دكتور عبد الله يعني عديدة، هناك روسيا، هناك الاتحاد الأوروبي، وهناك تركيا، وهناك الولايات المتحدة، هناك دعم من دول مجلس التعاون في ملفات، هناك تدخلات أيضا من جيوش على الأرض داخل سوريا ليست من سوريا كداعش وما إلى ذلك، وهناك فصائل سوريا انشقت عن الجيش، وفصائل سورية أصلا ألفت جيوشا لم تكن جيوشا، يعني عبارة عن ميليشيات. يعني هذا التعقيد كيف يمكن للقمة العربية أن تتعامل معه، خصوصا أن التمثيل السوري في يعني هذه القمة يكاد يكون معدوما، ويعني الاتجاه إلى الأمم المتحدة لوجود يعني ممثل في المستقبل ربما، لكن لا يوجد أحد للتفاوض معه بما يخص الملف السوري. كيف يمكن أن يتم الحوار بهذا الملف؟ الإشكالية بدأت منذ بداية الأزمة السورية، حيث أن هذا الملف السوري ترك ولم يتم التعامل معه عربيا. قبل لحظات نعم. يعني قبل أن نكمل في الإجابة، كان هناك الشيخ نعم. محمد بن راشد آل مكتوم ممثل الإمارات العربية المتحدة وصولا لقاعة القمة العربية 28. تفضل دكتور. نعم. أردنا فقط نشير يعني على مستوى التمثيل قبل يعني نعم. بعد قليل. مثل ما بينا أن هناك كان تأخر في التعامل مع الملف السوري، وكان هناك يعني اعتقاد بأن هذا الملف سوف يتم حل إشكالاته داخليا وما إلى ذلك، لكن لما تفجرت الأمور وأصبحت يعني بشكل خارج عن نطاق السيطرة، أيضا لم يكن هناك تحرك واضح عربيا، فكان أن فتح الباب ذلك لتحركات من دول الجوار سواء إيران أو تركيا أو حتى قدوم يعني دول ذات مصالح دولية مثل روسيا إلى المنطقة ودخوله. بمجرد ما أن دخلت هذه الدول أصبح حل الملف السوري ليس بيد العرب صراحة، خلاص دخلت أطراف أخرى، وبالتالي الملف هذا أصبح مدول، وبالتالي العرب اليوم لا يستطيعون أن يطرحوا مبادرة لوحدهم لحل هذه الأزمة، خاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار هو التعامل مع النظام السوري. كثير من الدول العربية ترفض التعامل مع النظام السوري باعتبار أن النظام قد فقد الشرعية. زين، وإذا أنت ما عندك إشكالية أن ما في طرف تتعامل معه شرعي في سوريا، هذا واحد. اثنين، انك انت قاعد تتعامل ايضا على ارض الواقع مع يعني عدد كبير من الاطراف الغير متفقه مع بعض البعض ممن يسمونه بالقوات الثوريه او يعني السوريه الموجوده والميليشيات الموجوده، هذه لا تستطيع انك تصل الى اتفاق معها. ليش؟ لان هذه الميليشيات تسب بينها صغيره ذات مصالح خاصه، ولا يمكن ان تدخل معك، هم فيما بينهم متقاتلين يعني ومختلفين. إضافة إلى ذلك هناك أيضا داعش التي تسعى إلى أجندة مخالفة تماما للأجندة العربية. إذا ما هو الدور العربي الذي يمكن أن يكون حيال قضية متشابكة كهذه القضية؟ الدور العربي لن يكون أكثر من تحرك ودعم دبلوماسي للجهود الدولية فقط لا أكثر، يعطي الشرعية للجهود الدولية بحيث أنها تحل. ودليل على ذلك الآن عندما نتكلم عن مؤتمر جنيف أو مشاورات استانا، من الذي يتعامل مع مشاورات استانا؟ روسيا حقيقة هي. فبالتالي إحنا دورنا هل ندعم هذه المشاورات أو هذه المؤتمرات أو لا ندعمها؟ إذن هي جهود سياسية فقط، هي جهود سياسية بالدرجة الأولى من ناحية الحل السياسي. أنا أتكلم، اسمح لي هنا دكتور نعم. يعني أن أشرك معنا موفد التلفزيون دولة الكويت إلى القمة العربية 28 فاطمة باز. فاطمة أهلا بك. أهلا بك. نعم،
فاطمة، يعني كان هناك عدد من الاجتماعات بها للمجلس الاقتصادي وكبار المسؤولين لأعداد الاجتماع وزراء الخارجية، ومن ثم اجتماع وزراء الخارجية الذي عقد بالأمس، والآن نحن خلال يعني دقائق سوف نستمع إلى الجلسة الافتتاحية للقمة. هذه التحضيرات، ما هي الملفات الأبرز التي رأيتموها في القمة العربية في الأردن؟ نعم، طبعا نحن الآن نعيش أجواء القمة الفعلية، خاصة مع توافد وصول القادة العرب بدءا من أمس، حيث وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه، وصل إلى هنا إلى أرض عمان، ولا زال القادة العرب يتوافدون في الوصول. بالنسبة لي أهم القرارات التي ستتمخض مع قمة عمان، القضية الفلسطينية هي القضية الأبرز في القمة، مبادرة إعلان السلام كذلك، وكذلك حظيت القضية السورية باهتمام جدا كبير، خاصة مع وجود ستيفان دي مستورا المبعوث الأممي. قضية اللاجئين كذلك، خاصة أن الأردن تعتبر من الدول المستضيفة للاجئين السوريين، فهذه القضية طرحت على طاولة النقاش. نعم فاطمة، يعني في كل قمة عربية دائما ما تكون هناك ملفات تناقش خلال اجتماع وزراء الخارجية واجتماع وزراء الاقتصاد أو التجارة في هذه الدول، لكن في كل قمة دائما فاطمة يعني هناك من يتحدث عن موضوع أو موضوعين أو خلاصة ربما لهذه الاجتماعات تكون هي الأبرز في هذه القمة أو الأكثر تداولا في هذه القمة. ما هي الأكثر تداولا لديكم في القمة؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بفاطمة. نعم، إذن نعود إلى الدكتور عبد الله لإكمال حوارنا، لكن قبل ذلك نود أن يعني نتابع معكم هذا التقرير الذي يتحدث عن هذه القمة العربية والتي تتناول تحقيق التضامن العربي وتعزيز العمل العربي المشترك، والذي يبرز على أجندة القمة بالإضافة إلى المستجدات المتعلقة بتطورات الأوضاع في المنطقة من خلال هذا التقرير. بحفظ الله ورعايته، وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء أمس الثلاثاء إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك لترأس وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية الدورة العادية 28 على مستوى القمة العربية. وعلى ضفاف منطقة البحر الميت، تلتئم القمة العربية مجددا في الأردن بمشاركة مميزة من 16 زعيما عربيا، وفي جعبتها ملفات هامة ومصيرية تندرج تحت 17 بندا تؤكد على الإجماع العربي المشترك في ظل تحديات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والعربي، بجدول مزدحم بملفات الأوضاع في سوريا واليمن والعراق وليبيا، إضافة إلى أزمة اللاجئين والأزمة الاقتصادية. ملف مكافحة الإرهاب يتصدر المشهد العربي من جديد خلال اجتماع القادة والزعماء العرب في قمتهم 28 من خلال بحث الأطر والاستراتيجيات الأمنية لمواجهة تلك الآفة، خاصة فيما يتعلق بالحرب الدائرة ضد عناصر ما يسمى تنظيم داعش. كما تأتي على رأس أعمال القمة القضية الفلسطينية والتصدي للتدخلات الإيرانية من خلال تبني الجامعة العربية لقرارات تتعلق بهذا الشأن، يتوقع أن تستحوذ على أجواء اجتماع القمة. جامعة الدول العربية من جانبها أكدت أن القمة العربية في الأردن تحيطها أجواء إيجابية ستدفع نحو لقاءات عربية ثنائية وثلاثية تزيل الفتور وتؤدي إلى تفاهمات أكبر بين بعض الدول، مشيرة إلى أن التفاهمات حتى الآن في تزايد مستمر. قمة عمان تحظى بمشاركة مميزة من شخصيات دولية أبرزهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية، والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية فيدريكا موغيريني. We'll be right back.
إذن وخلال متابعتنا لبدء القمة العربية 28 في الأردن، أرحب هنا في الاستوديو بالأستاذ فهد الشريعان الخبير الاقتصادي الذي يشاركنا خلال هذه التغطية المباشرة من تلفزيون دولة الكويت. وقبل أن نبدأ في الشق الاقتصادي، أود أن أستكمل معك دكتور عبد الله بما يخص الملف السوري. يعني كنا نتحدث عن الميليشيات وتأثير هذه الميليشيات والدور العربي الدبلوماسي، لكن ما هي الحلول التي يمكن أن تطرح من خلال هذه القمة كحلول مستنتجة من هذه القمة، عوضا عن الدخول في التفاصيل التي يعني قد لا تخرج بأي توصيات مجزية؟ صحيح، كما بينا أن أهم شيء حقيقة للخروج من بهذه القمة هو اتفاق الرؤية السياسية حول الملف السوري، لأن هناك رؤيتين سياسيتين في الملف السوري. رؤية سياسية ترى بأن الحل السياسي لا يتم إلا من خلال خروج بشار الأسد من المعادلة السياسية، والرؤية الثانية ترى لا، أن بشار الأسد يظل في المعادلة السياسية للحفاظ على يعني تماسك سوريا، رغم الطرفين متفقين على يعني الحفاظ على الوحدة السورية. هذا الأمر اللي يجب أن يخرجون فيه حقيقة، ومثل ما بينت أن القضية الآن أصبحت دولية، والعرب الآن يجب أن يخرجوا بنظرة موحدة تجاه الجهود الدولية، لكن يجب أن نأخذ بالجانب السياسي هذا هناك جوانب أخرى أيضا تتعامل معها القمة، والدول الخليج بالدرجة الأولى أيضا تتعامل. هناك الجانب المتعلق بمكافحة الإرهاب، حيث أن دول الخليج تقدم دعما لوجستيا وماديا لمكافحة داعش، وكما نعلم يعني قبل فترة بسيطة تم اجتماع بين 68 دولة يعني كتحالف لمواجهة داعش، ودول الخليج كانت من ضمن هذه الدول. الأمر الثاني اللي تعمل دول الخليج أيضا، ويفترض جامعة الدول العربية أيضا تثمن هذا الدور، هو ما تقدمه من تمويلات كبيرة جدا للاجئين والنازحين، أو اللاجئين بالدرجة الأولى، لأن النازحين صعب الوصول إليهم إلا من خلال هيئة الأمم المتحدة. فاللاجئين الآن خرجوا بالملايين في دول الجوار، ودول الجوار لا يمكن أن تتحملهم، خاصة كالأردن. اسمعني هنا دكتور عبد الله، يعني أود أن أشرك أستاذ فهد شلون. أستاذ فهد، يعني السياسة هي ربما الأب الغير شرعي للاقتصاد، أو الاقتصاد هو الأداة الأكبر تأثيرا في السياسة، يعني سميها ما شئت، ولكن نجد الاقتصاد حاضرا في الأزمات، في الحروب، في كل شيء يتعلق بالسياسة، يكون ربما المطرقة التي تضرب بها السياسة هي مطرقة الاقتصاد. اقتصاديا تأثير ما ذكره قبل قليل الأستاذ عبد الله على هذه القمة من جانب اقتصادي، نود أن نعرف تأثيرات هذه الدعوم التي تقدمها الدول العربية، تأثيرات تكاليف اللاجئين، تأثيرات هذه الحروب بشكل عام، قبل أن ندخل في ربما الملفات الأكثر لنقل يعني وضوحا، وهي ما يتعلق بالدعم العربي العربي أو الشراكة العربية العربية اقتصادية. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نرحب فيكم أخواننا وزميلنا الدكتور عبد الله غانم، ونرحب بمشاهدين تلفزيون الكويت، ونتمنى من القادة العرب لهم التوفيق إن شاء الله، وسد يعني يسدد قراراتهم بالشكل السليم ولصالح الجميع والأمة العربية جميعا، مثل ما جميع الصالحين يتمنون لهذه الأمة العربية والإسلامية بالنهاية. اولا الحديث عن الاقتصاد مثل ما قلت انت، قلت وقلت كلام جميل بالبدايه، هو ان السياسه هي الوالد الغير شرعي للاقتصاد، وفعلا انت فعلا حددتها. لذلك هي تتدخل السياسه بالاقتصاد دائما في غير صالح الاقتصاد، في غير صالح الاقتصاد. الاقتصاد هو من يعمل المفروض، السياسه دائما تمهد الطرق لنمو الاقتصادات، لجعلها هي من يهيمن على الامر. اليوم انت لو تجي وتشوف شنو حصل في الدول الأوروبية، ناخذ الأمثلة بالدول المتقدمة على الأقل، شو اللي حصل بالبريكست اليوم؟ اليوم لما مشت بريكست، اليوم لما بريطانيا بدأت الآن تنسحب من، أو المملكة المتحدة تنسحب من بريطانيا، من الاتحاد الأوروبي، انظر الهزة العالمية اللي صارت. هي ما انسحبت سياسيا ترى، ما انسحبت شيء ثاني، انسحبت اقتصاديا. دائما الاقتصاد هو الشريان الرئيسي لنمو كل اعضاء المحور اللي احنا نتكلم عنه. فاليوم انت اذا تتكلم، انت نتكلم عن كثير من المنظمات العربيه الاقتصاديه التي سمها ما شئت، وكلها تسميات جميله، وكلها لها اهداف جميله، واسس وانظمه واتفاقات ومصاريف وميزانيات، انما نتائج على ارض الواقع لا نراها للامانه. خلينا نكون صادقين مع نفسنا بالبدايه. اليوم التكامل الاقتصادي مطلوب منا امور كثيره.
اعتقد انا احنا نعلم من الستينات الى اليوم احنا الاقتصاد المتكامل، البترول العرب للعرب، والفاكهه العرب للعرب، كل هذا يعني شعارات نود ان نتحدث عن الاليات الفعليه. هذا اللي قاعد نقوله احنا اليوم، اليوم انت هذه موجوده، ما هي شعارات، المفروض تكون موجوده بس تفعل. فاليوم لما تشوف انت كثير من الاعمال الخاصه بالقطاع الخاص اللي تعمل بالقطاع الخاص وتعمل بها تنمو بشكل جيد. هذه هي سر الادارات، انما الاقتصاد المتكامل هو من يساعد حتى على الهدوء في المجتمعات، على الامان في المجتمعات، على الاستقرار في المجتمعات. الاهتمام بالاقتصاد اعتقد كل السياسيين يفترضون ان يكون هو هدفهم. فاذا اردنا ان نجعل الامور تسير بشكل سليم يجب ان يكون هناك اهتمام بالاقتصاد، بالنمو الاقتصادي، بالاهتمام بحاله الفرد، لكن يعني المعيشه الفرديه. استاذ فهد، الا تنهك يعني هذه الحاله من اللا استقرار التي هي موجوده يعني باوجها في سوريا وموجوده ايضا في ليبيا؟ اليمن الان يشكي من مجاعات في بعض المناطق، يعني وصلت الى حد يعني ما دون الفقر، يعني المجاعة هي ما دون الفقر حسب ما نفهم يعني. نعم. فألا تؤثر هذه في قرارات القمة العربية برأيك أنه يكون هناك جانب لا نقول من الهدر ولكن لتوظيف الأموال في جانب قد لا يكون ناجع اقتصاديا، يعني هو يكون جانب للاضطرار وليس للنمو الاقتصادي؟ مثل ما حضرتك تفضلت أستاذ منون، اليوم الاهتمام الاقتصادي هو الاهتمام الفعلي الفني. اليوم احنا لازم نشوف شنو ممكن يكون انتاج الجيد، شنو اللي نقدر نهتم فيه عشان يكون انتاجه سريع. يعني نفترض الزراعه، انت اليوم لما تروح اوروبا، خلينا لا دائما نضرب الامثله باوروبا لان هي الدول المتقدمه الناجحه المستقره نوعا ما. اليوم انت تروح لاوروبا تشوفها دوله فلاحين. الارض احنا اليوم لا نستخدم الارض. تصور انت اليوم اليمن السعيد اللي كنا نتكلم عنه اليوم، عدم وجود استقرار سياسي، ماذا عمل بالاقتصاد اليمني؟ سوريا كانت الدولة الوحيدة العربية الغير مطلوبة أو الغير مدانة بالضبط، كانت مستقرة وأمورها تمام وكان عندها اكتفاء تقريبا ذاتي. إذا أنت بلد الرافدين، نهرين يمشون يطبون البحر، السلة الغذائية السودانية أيضا يعني بتكلم عنها أنا، النهر النيل يمر في السودان ومصر، وأنا أتي مصر تستورد القمح. السودان الآن عندها أمور كثيرة فيها يمكن يكون فيها بعض المجاعات، وهي أغنى دولة في اللحوم. هولندا تعيش، كل الاقتصاد الهولندي يعيش على مليون بقرة. فلازم احنا نفهم ان هي سر الاداره، الاقتصاد يحتاج اداره توجه هذا الاقتصاد. التجاره اذا لم يكن هناك فعلا اداره فعليه داعمه للاقتصاد، انت الان ماذا تشعر فيه عندما لا يكون هناك راتب شهري، في اطمئنان، في تامين، في تامين صحي لابنك، في دراسه طيبه لابنك، امان اجتماعي. امان اجتماعي هذا اللي انت تبحث عنه. اذا كان كل فرد في المجتمع يكون عنده استقرار اجتماعي، ترى هو استقرار المالي بالبدايه. يعني ممكن لما يكون عندك هناك مال، كلنا نبحث عن المال، كلنا نبحث عن المال، الكل يبحث عن المال. ليش المال؟ لانه هو يعني هو نعتبره هو ترياق الحياه الحين، هو اللي الحين يقدر يعيش في هذا في ظل يعني انت مو عايش بالبر، تروح تحفر لازم انت تشتري، ولازم انت تامن صحيا، ولازم انت تدفع للمدرسه، ولازم تركب سياره زينه، ولازم كل هذا الامور المطلوب منه، مطلوب بالاقتصاد. فهو هو هو مثل ما قلت لك، هو الشريان الرئيسي للحياه. ان لم يكن هناك اهتمام ووقايه وحمايه لمثل هذا، على الاقل انسياب مثل هذه الحاله الاقتصاديه في الدول العربيه. استاذ سنفتح يعني جانب اخر وهو جانب قريب جدا من السياسه في الجوانب الاقتصاديه، بعد ان ناخذ بالتحليل مع الدكتور عبد الله الغانم سياسيا، لننتقل الى الجانب الاقتصادي منه. دكتور عبد الله، الوضع في ليبيا، يعني تحدثت قبل قليل وذكرت انه دول الخليج عندما اصبحت فاعله في قضايا دول محيطه يعني كالعراق، كسوريا، كلبنان، كمصر، يعني باستثناء ربما الأردن التي يعني هي تشهد استقرار وفلسطين محتلة أصلا، لكن هناك على الجانب الآخر أو الشمال الأفريقي الذي هو في قارة أفريقيا وليس كما نحن في القارة الآسيوية، هناك حرب طاحنة تقوم خصوصا في الأسابيع إن لم نقل الأشهر الأخيرة. عدم الاستقرار موجود منذ سقوط يعني القذافي في ذلك الوقت، ولكن الآن معارك محتدمة تمام، وليبيا هي دولة نفطية وعدد السكان لا يتجاوز ربما 5 إلى 6 ملايين في 1800 كيلومتر على ساحل البحر المتوسط. يعني أرقام مشجعة ولكن واقع مر. لماذا ليبيا في هذه القمة قد لا تحظى
بالكثير من ربما الحلول أو من التركيز، يعني حسب ما فهمنا من التقارير الإخبارية التي وردت. إن شاء الله راح أتكلم عن الملف الليبي، بس ودي أعلق على ما تفضل فيه الأستاذ فيما يتعلق بقضية أن الاقتصاد دائما يعني يتم تخريبه من الناحية السياسية. هما عاملان مكملان، إما أن السياسة تهيئ الاقتصاد أو أن السياسة يعني تدمر الاقتصاد. كلامه صحيح من ناحية لماذا؟ لأن خاصة في الدول العالم النامي، لأن هذا الأمر يحدث، هناك حساسية شديدة جدا عند صناع القرار السياسي عندما يدخلون في أي مفاوضات حتى لو كانت ذات طابع اقتصادي، من حيث أنهم يركزون كثيرا، وهذا ما تناولناه، على حساسية السيادة، سيادة الدولة دائما يركزون عليها وكيف يحمون سيادة الدولة في عند دخولهم في أي اتفاق. اثنين، عندنا أيضا قضية التوازن بالقوة لما ندخل في اتفاقية اتفاقية اقتصادية أو غير اقتصادية، ما هو التوازن الذي يمكن أن يحقق لي في هذه الاتفاقية. الأمر الثالث، الأرث التاريخي لكل دولة لما تدخل، بعض الدول عندها أرث تاريخي ترى أن أنا لا يمكن أن أدخل في مفاوضات مع دول ضعيفة أو قليلة من باب الاقتصاد فقط، لا، نعم أدخل معها اقتصاديا ولكن يجب أن تكون لي كلمة العليا. الأمر الآخر، البعد الأيديولوجي أيضا الموجود عند بعض الدول هذا، والتنافر في هذا البعد الأيديولوجي لا يمكن أن يحقق كثير من الأحيان إمكانيات كبيرة جدا، خاصة إذا كان هناك عدم نضوج في القيادة السياسية. يعني البعد الأيديولوجي هو الذي تسبب في دمار يعني العالم ودخولهم في الحرب العالمية الثانية وما بعد الحرب العالمية الثانية. هذه كلها أمور ترجع لسبب يعني ليش يكون هناك صدامات بعض الأحيان بين الجانب الاقتصادي والجانب السياسي، لأن الرؤية الاقتصادية ربما تنصب على قضية يعني النمو والتنمية وبناء العلاقات، ولذلك كانوا يقولون لنحل الإشكالات السياسية من خلال القناة الاقتصادية، وهناك من يرى لا، هذه صحيح ضرورية جدا ولكن لا يجب أن نحافظ على هذه. عدي إلى ليبيا. إذا نرجع إلى الملف اليمني. الملف الليبي. الليبي عفوا. عفوا في الليبي. الملف الليبي معقد وشائك. لماذا؟ لأن أيضا الأطراف المحيطة أو القريبة منه تعاني من أزمات كبيرة جدا، فهي مشغولة في نفسها أكثر من انشغالها في الجوار. هي تريد أن تؤمن نفسها، يعني أقوى دولة وهي مصر لا غير مستعدة للدخول في صدامات داخل ليبيا، لأنها أيضا مشغولة في اقتصادها ومشغولة في وضعها الاقتصادي المزري، بالإضافة إلى صراعها مع ما يحدث في سيناء والعمل الإرهابي، فهي لا تريد أن تفتح لها جبهات جديدة في الجهة الغربية. كذلك في الجهة الثانية عندنا تونس أيضا تعاني ما تعاني مثل ما نعرف، وهي أيضا أحد نتائج الثورات العربية. و الجزائر وللأسف الشديد يعني يخشى الجزائر يعني فيها نوع من الهدوء، ولكن الهدوء الحذر جدا. ولهذا نجد أن ليبيا كملف تعاني من عدم اهتمام كبير جدا مثل ما هو موجود في الملف السوري أو في الملف اليمني، فهذا ما يتسبب في تأخير التعامل معها، رغم اهتمام طبعا المجتمع الأوروبي في الأمر، لكن كبر مساحة ليبيا و يعني جغرافيتها الضخمة هذه تجعل أيضا عمل الأعمال الإرهابية داعش هناك لهم وجود، زين، وهم يسمون أنصار الشريعة، تحت مسمى أنصار الشريعة يتحركون بأريحية أكثر من المناطق المحدودة. كذلك وجود صراع فكري بين القيادات الأخرى، سواء التي تتبع المنهجية الدينية والتي تتبع منهجية يعني ليبرالية. هناك سيستم قبائلي أيضا في ليبيا يعين على هذا الأمر، فعندك هذه الإشكالات موجودة، إضافة إلى الصراع الموجود بين الكتل الثورية. هذه الكتل الثورية لم تقم على أساس فكر موحد، هم كانوا فقط يريدون إسقاط من القذافي. بعد ما سقط القذافي أصبحت كل كتلة ثورية تكون لها وجود وتستعين بما تملك من قوة بشرية، سواء قد تكون هذه قبلية أو تكون فكرية. هم لكن دكتور عبد الله يعني يجتمعون فترة حكم القذافي، يعني تعلم أنه امتدت ل 42 عام. نعم. وهذه فترة طويلة جدا. هل توافق من يقول بأنه سبب تأثير أو عدم يعني قدرة الليبيين على الحلول السياسية لعدم وجود أصلا خبرة سابقة لأكثر من 40 عام يحكمون بالنظام الأوحد أو بالنظام الدكتاتوري لشخص واحد فقط هو من يحكم وهو من يقرر والبقية يعني مجرد عدد بالنسبة له؟ هل هذا هو تأثير يعني هل 40 سنة هذا خبرة السياسة غير موجودة يعني؟ نعم، هذا الأمر السياسي غير موجود بدرجة كبيرة جدا في ليبيا. هذا
ايضا موجود في سوريا وموجود في العراق ايضا نفس يعني العملية. ربما سوريا هناك من نزح او خرج ليعرض في الخارج، لكن ليبيا لم نجد بان هناك نسبه من الناس ايضا موجودين خارج بلاد خارج سوريا مفكرين ايضا ويملكون فكر سياسي نازحين. اسمح لي هنا دكتور عبد الله، يعني اود ان اتجه الى الشق النفطي لنكمل في الملف الليبي بس مع الاستاذ فهد. استاذ فهد، ليبيا منتج للنفط، ليبيا عدد سكان قليل، ليبيا مساحة كبيرة، يعني ربما بإمكانك إنشاء أكثر من 1000 ميناء على ساحل البحر المتوسط، ليبيا قبالة الاتحاد الأوروبي، يعني الكثير من الميزات الاقتصادية، ولكن لم نرى يعني أي خير من هذه الميزات الاقتصادية باستثناء محاولات السيطرة على الشرق اتجاه بنغازي من بعض المناطق في حقول البترول، هي موجودة في الغرب وفي الشرق وفي الوسط، هذا ربما امتداد يعني فقط هي مسقط رأس القذافي قائدهم السابق هي التي تقع في الوسط، لكن لدينا شمال شرق وشمال غرب بنغازي وطرابلس. تأثير هذا الملف النفطي لا شك أنه يفترض أن يكون يشكل اهتمام على الأقل إن لم يكن عربيا على الأقل دوليا. لماذا هذا الصمت حيال ليبيا أو هذه الفوضى التي تخلق على الأرض؟ خلق مثل هذه الفوضى هو اللي يجعل الأمر الاقتصادي هو ملخبط. فعشان كذي لما أنت تجي وتكون السيادة غير متزنة وهناك عدم وجود أمان وعدم وجود توفير حتى للعمل وللنمو الاقتصادي مثل ما قال دكتور عبدالله، فاليوم أنت مثل هذه السيادة غير متوفرة، الأمان غير متوفر، من صالح ناس كثيرين من هذه الجماعات عدم وجود استقرار حتى تستقل هذه الموارد بأي بشع الصور. والان في من يستفيد من يعني يمول. عربيا كيف تصنف ليبيا بتروليا يعني؟ هي من الدول الاول يعني ما في كلام، هي من يعني بعد العراق والكويت والامارات والسعوديه. نعم تقريباً. نعم هي من ضمنهم بل بالعكس هي يمكن من اصحاب الاحتياطي العالي جدا، ويعتبرون من الدول الاوبك ومصدره للنفط. الان هي خطوه يعني خطوه بعيده جدا اليوم عن الوصول الى مستويات الدول الاوبك والتصدير وكل هذه الامور. فأعتقد أنا عدم وجود الاستقرار هو اللي مخرب الأمور كلها، هو اللي بذل الأمور كلها لمصلحة من يعني؟ نعم احنا نقول فين من يستفيد من هذا الأمر سواء سياسيا أو حتى الليبيين. الدول والسوق السوداء لمثل هذا للنفط والمستفيدين والعصابات الكبيرة جدا هذه شقالة في عدم وجود الاستقرار والأمن. هذه الأسواق هذه هي أسواق رائجة ومهمة جدا وتباع بأسعار رخيصة جدا ومستفيد منها يمكن حتى حكومات موجودة في دولها. فلذلك عدم وجود الناس الأصحاء الناس المخلصين للدول لدولهم في مثل هذه الأمور هو اللي يجعل مثل هذا عدم وجود النظام والاستقرار من صالحه ولجمع الثروة. ودائما أنت عارفين تجار الحروب الآن كيف يبنون مثل هذه الثروات الكبيرة جدا، بل بالعكس يمكن يستقبلون الآن في أفضل مطارات وعلى أحسن سجلات حمر يعني. فما نستغرب أن عدم الاستقرار هذا يولد طاقات رهيبة جدا وطريق ينفتح في أوسع أبوابه لكثير من يتلاعب بمثل هذه المواد المهمة جدا والمصيرية في الدنيا في العالم، ويحول ربما ناس من طبقة إلى طبقة أخرى يعودون للسياسة ويستقل لتمويلها حتى عدم وجود الاستقرار لتمويل عدم الاستقرار. طيب دكتور عبد الله، الملف الليبي إذا ما استمرينا، وقبل قليل كنت تشير إلى التكتلات وعدم الخبرة السياسية لدى العديد ممن يملكون ربما ثقل سياسي شكلي إنجاز التعبير في ليبيا، ولكن لا يملكون الخبرة السياسية في تأصيل هذه السياسات لبناء دولة، فما هو الحل الذي قد يكون ناجعا في ليبيا؟ لا يمكن أن تحصل على حل من الخارج بسهولة ما لم يكن هناك توافق داخلي. إذا لم تستطيع أن توجد التوافق الداخلي فالحل الخارجي لن يكون إلا عسكريا يفرض وجوده على الجميع، أو يكون سياسيا متكررا يعني إلى أبد الأبدين دون أن يوجد له شيء. هذا لو تأخذه في أي ملف عالمي تجد أن التوافق الداخلي هو الأساس. حتى في قضية الملف مثلا القضية الرئيسية عندنا اللي هي الصراع العربي الإسرائيلي يتكلمون عن نظام ما يسمى الدولتين. كيف أنت تستطيع أن تحقق نظام دولتين مثلا والدولة الفلسطينية نفسها في متشرذمة ما بين حماس في قطاع غزة وفتح في الضفة الغربية؟ فإذا لذلك أنا أقول دائما إحنا لا نستطيع أن نحل حتى الملف الأكثر يعني إلحاحا علينا
وهو الملف الفلسطيني، إلا من نستطع أن نضع الفلسطيني نفسهم على طاولة التفاوض والاتفاق. هم غير متفقين في كيف إحنا نستطيع أن نفرض عليهم شيء. إذن أنت ترى، يعني أنت ترى أنه نعم. الخلل هو أصلا يعني نابع من ليبيا. نأخذ مراسلنا من عمان هاني البدري. هاني أهلا بك. أهلا سيدي، كيف حالك؟ وبتمنى لكم يوم طيب في دولة الكويت الشقيقة، وتحياتي من هنا من عمان. أهلا بك هاني. هاني، بداية، الاجتماعات التحضيرية يعني خرجت ببعض الاتفاقات التي تكون ربما توصف بالأولية، كيف ترى أهم الملفات المطروحة في القمة بعد قليل، أو ما أهم هذه الملفات؟ صحيح، أولا القمة العربية 28 وهي حملت رقم 28، وأيضا هناك قمم عديدة حملت معنى الدورية أو الطارئة أو العادية، إلا أن هذه القمة تأخذ يعني لها ميزتها الخاصة بأنها أولا تعيد الزخم للتمثيل العربي العالي رفيع المستوى. هناك نتحدث عن 17 زعيما عربيا يمثلون بلادهم في هذه القمة في البحر الميت. مجموعة الملفات أو مشاريع القرار التي خرج بها أو أقرها مجلس وزراء. هاني، وأنت تتحدث، نحن نتابع عبر الشاشة وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ورؤساء آخرون للوفود ربما بعد يعني قليل، جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة أيضا، لأخذ صورة جماعية للقادة قبل بدء القمة العربية 28. تفضل هاني وأعتذر للمقاطعة. نعم، كما تشاهد من اللقطات الآن التي تبث لكم من منطقة البحر الميت من مركز الملك حسين للمؤتمرات، نحن نتحدث عن مجموعة كبيرة. طبعا اكتمل النصاب واكتمل لم الشمل من الزعماء العرب المشاركين ورؤساء الدول ورؤساء الوفود الممثلة في القمة، لكن نحن نتحدث عن 27 مشروع قرار، الموضوع الفلسطيني في المقدمة، موضوع اللاجئين السوريين على درجة عالية من الأهمية، نحن نتحدث أيضا عن قضايا تتعلق بالموضوع الليبي وعودة الاستقرار إلى اليمن، ثم الحديث طبعا في أمن العراق. إلا أن الموضوع الفلسطيني يأخذ شكل الآن ربما يعود الزخم من الموضوع الفلسطيني كما قال جلالة الملك عبد الله الثاني أمس، وفي خلال لقاء القمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اللي كنا تابعناه حضرناه في قصر الحسينية، أنه الموضوع الفلسطيني يجب أن يعود زخمه إلى المقدمة وإلى الأولوية. نحن نتحدث الآن عن انتهاكات إسرائيلية، عن إجراءات أحادية الجانب. هاني، يعني أشكرك جزيل الشكر لهذه الإيضاحات، ونتابع إذن الصورة التذكارية التي تجمع قادة الدول العربية المشاركين في القمة العربية 28 والمعقودة في البحر الميت في الأردن برئاسة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك مملكة الأردن الشقيقة. إذن في هذه اللحظات يعني نتابع أخذ اللقطات التذكارية قبل بدء الجلسة الافتتاحية للقمة العربية 28، والممثلة يعني في المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حسب الترتيب، بطبيعة الحال سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هو رئيس الوفد المشارك من الكويت، و درجة التمثيل في هذه القمة يعني أتت على مستوى القادة. هنا دكتور عبد الله يعني نود أن نشير لمستوى التمثيل العربي في هذه القمة، يعني الأمير تميم بن حمد آل ثاني في الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جلالة ملك مملكة البحرين، أيضا يعني دول مجلس التعاون التي كنا نتحدث عنها في بداية هذه التغطية، يعني بالقادة حضروا في الكويت السعودية، يعني نائب رئيس الوزراء معالي أسعد بن طارق آل سعيد هو الوحيد ربما الذي لم يحضر على مستوى السلطان جلالة السلطان قابوس ابن سعيد، لكن من 6 دول يعني 5 دول بقادتها يشاركون في هذه القمة، كيف يمكن أن نصف ذلك؟
طبعا الأهم هذا أمر مهم جيد، لأن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر العربة التي تقود اليوم جامعة الدول العربية، يعني تتولى الإشكالات العربية بسرعة عامة بعد أن شلت كثير من الدول العربية بسبب الثورات العربية. اليوم نتكلم عن وجود 17 قائد قد حضر إلى هذه القمة، زين، وهذه من أكثر القمم في حضورة من في القيادة مستوى السياسية التمثيل السياسي على أعلى مستوى، وهذا شيء جيد بحد ذاته. لكن القضية ليست فقط في حضور القيادات السياسية على أعلى مستوى، بقدر ما هو المخرجات التي سوف نتطلع حقيقة إلى أن نحققها من خلال هذا الاجتماع العالمي. قبل أن تبدأ يعني أعمال الدورة ونحن نشاهد من خلال هذه الصورة، أود أن أتوجه بالسؤال أستاذ فهد. أستاذ فهد، ذات النقطة ولكن من شق اقتصادي، دول مجلس التعاون هي مقارنة بمعظم الدول العربية تعتبر أعلى اقتصاديا وربما أنشط استثمارا في مجالات كثيرة سواء في الدول العربية أو في خارج الدول العربية. وجود هذا يعني الحجم من التمثيل لدول مجلس التعاون، ما الذي يعكسه اقتصاديا أو ما هو الثقل الاقتصادي الذي ينعكس على هكذا تمثيل؟ أعتقد أن درجة التمثيل عالية جدا، وكان فعلا في حرص كبير حتى من القادة على تجميع بعضهم، على تشجيع بعضهم على الحضور والمتابعة بشكل كبير على مثل هذه القمة. الآن احنا نتكلم دائما على مفترق طرق، دائما نتكلم احنا بمفترق طرق، ودائما القمة لما تأتي يعني على في جدول أعمالها يعني مواضيع مهمة جدا، وتأخذ الموضوع الإشكالات طبعا اللي موجودة في الدول، ويأتي بعدها على طول التكامل الاقتصادي. نحن نحتاج مثل هذه القرارات. لاحظ لما كان القمة الثنائية اللي حصلت قبل القمة العربية الآن اللي هي ما كانت مع الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والملك عبد الله بن حسين، جلالة الملك عبد الله بن حسين. فاليوم لما تيجي تشوف هذه الاتفاقات تجدها كلها صناعيا اقتصاديا يعني. كلها جوانب استثمارية هي من يعتمد عليها التوافق السياسي. ومثل ما قال دائما ترويض السياسة بالاقتصاد، انت حتى انت يكون لك قدرة على التفاوض وقدرة على الحضور واحترام مثل ما قلت اليوم انت دول مجلس التعاون العربي وأهمية حضورهم، هي من القوة الاقتصادية والقوة الاستثمارية والله الحمد. فمثل ما قال استاذ عبد الله، قال هي العربة التي تقود هذا القطار المهم جدا، واليوم فعلا هي العربة المزودة لمثل هذه الطاقة واعطاء مثل هذا الامر أهمية كبيرة. يعني تصور انت اليوم قمة عربية تأتي بصورة تمثيلية اقل من ذلك، لن تجد هذه الأهمية ولن تجد مثل هذه القرارات. نتمنى أن يكون في قرارات مهمة جدا، قرارات اقتصادية لها أثر كبير، يكون هناك تحول اقتصادي مثل ما نتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى. دكتور عبد الله، وقبل أن تبدأ أعمال الجلسة يبدو أنها ستبدأ يعني بعد دقائق أو حتى لحظات قليلة، في السابق كنا نسمع عن اجتماع لوزراء الخارجية تحضيري ومن ثم تنطلق أعمال القمة بقادة الدول العربية. الآن أصبح لدينا أنشطة مختلفة تطورت ربما مع الوقت، لدينا المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعلى مستوى وزاري تكون المشاركة فيه، بالإضافة إلى أعمال يعني وزراء الخارجية في القمم العربية. هذا التوسع في هيكلية ربما العمل العربي المشترك، هل هو مؤشر يعني نحو تنويع مصادر ربما العمل المشترك بالنسبة للدول العربية؟ فيما يتعلق بالجهاز الاقتصادي والاجتماعي، هذا جهاز موجود في جامعة الدول العربية يعني منذ زمن، ولكن الجهاز يعتبر جامد نوعا ما، لأن ما في هناك دعم كبير للإنجازات التي يمكن أن يحققها جامعة الدول العربية. أيضا يجب أن نعرف أنها فقيرة أيضا بالإمكانيات، لكن من حيث عندما أشرت إلى هل يمكن أن تتنوع المصادر في مصادر يعني اشراك الجوانب الاجتماعيه، اشراك الجوانب الاقتصاديه، هذا موجود منذ الاساس موجود عند جامعه الدول العربيه، انهم يسعون الى تحقيق تناسق وتكامل كامل في كافه المجالات موجود. هذا الامر يعني الانشائي يحتاج الى اليه عمليه لتحقيقه على ارض الواقع. احنا نتذكر قبل عده سنوات عندما صار ايضا مؤتمر في الكويت فيما يتعلق ايضا في جمع الدول العربيه في قضية التنمية الاجتماعية وتطوير أيضا العمل الاقتصادي الصغير. يعني اسمح لي أستاذ فهد يعني وقبيل أن تبدأ القمة، نعلم أنه لكل يعني عمل اقتصادي هناك طريقة إدارية،
هل الدول العربية قريبة من بعضها كسيستم أو كنظام أو كهيكلية إدارية لإدارة الأعمال أو لتسهيل الشراكة بين الدول العربية، أم أنه الأنظمة يعني لدينا ربما يعني تسبب مشكلة أيضا في هيكلتها للتوافق فيما؟ ما أتصور عندنا مشكلة إدارية، يعني مشكلة إدارية في التنسيق الإداري أو في الهيكل التنظيمي، طريقة العمل. عندنا منظمات ممتازة، عندنا مثل ما قال دكتورنا، قال عندنا جامعة الدول العربية حاطة خطوط الاتصال، حاطة الهيكل التنظيمي، حاطة، إنما تفعيل مثل هذه القرارات، تفعيل مثل هذه، يعني الآن راح نطلع إحنا اليوم في بيان ختامي، والبيان الختامي اليوم يجب أن يكون يؤكد على 1 2 3 4 الكل يعرفه، اللي هي الأمنيات اللي إحنا نتمناها. هذه المنظومات اللي تتكلم عنها هي تعمل وما هي واقفة، لكن عندها درجة من الخمول، إن ما في تفعيل لمثل هذه القرارات بالنهاية، أو ما في فعلا المواطن ما يشعر فيها. ممكن تكون موجودة اليوم في ميزانيات تدفع، في موظفين، في هيئات، في أجهزة تعمل، وممكن يكون، لكن كلها تجمع هذه الدراسات وتفيلها وتقعد، ما في فائدة. اليوم التفعيل لازم نشوفه على الأرض. اليوم أنت شايف شنو نتائج هذه الاجتماعات؟ اليوم حتى إحنا ما إحنا قادرين نتحرك بشكل اقتصادي سليم. اليوم عندك أنت عملة، لما تدخل دولة بتطلع من دولة عندك مشكلة كبيرة. اليوم أنت اليوم تسحب مدري كمية كبيرة استثمارات في دولة معينة عربية، أنت اليوم دولة مثلا نفترض الكويت تبي تجيب بعض أموالها في السودان من شركات خاصة، اليوم عاجزة والعملة متبهذلة وما هي قادرة حتى تحقق نتائجها. فأنا أعتقد هذه الأمور موجودة شكليا، إنما فعليا هناك تشابك وهناك يعني مصالح متخربطة داخل، فضايعة القضية. ما أعتقد تسمح الآن العلاقات مثل ما هي موجودة الآن تكون هي في الأمان الاقتصادي إذا غير موجود. نعم، خصوصا يعني كعمل مشجع للأسف. نعم. نقدر، لازم نقول. دكتور عبد الله، كيف يمكن للقرار السياسي أن يدعم الأمان الاقتصادي، والذي ربما يعني يشكل أحد روافد ربما التعاون العربي على مستوى الاستثمار على الأقل؟ القرار السياسي يمكن أن يدعم القرار الاقتصادي من خلال أن يكون هناك توحد في الرؤية السياسية تجاه قضية الاقتصاد، بحيث أنه لا يحدث مثل ما كان يحدث بالسابق أن يكون هناك قرار اقتصادي لكنه يكون عرضة للانتقام السياسي عندما تحدث الحقلافات السياسية، وبالتالي تخسر أنت مصداقيتك أمام الدولة التي تسعى إلى الاستثمار عندك. هذا يحدث، بل حدث في الماضي أن الدول، بعض الدول العربية منها الكويت، خسرت استثمارات بسبب خلافات سياسية مع بعض الدول الأخرى. بالتالي أنت لازم يكون عندك إرادة سياسية ذات مصداقية عالية، حتى وإن اختلفت معك في قضايا سياسية فإن هذا لا يجب أن ينصب على الجانب الاقتصادي. هذا أمر مهم جدا يجب أن ندركه. الشراك، يعني هناك المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى العربي، وإن تحدثنا عن ربما حالة الخمول التي قد يكون مر بها في السنوات الأخيرة، لكن يعني هناك الكثير من الأمثلة التي تحتذى أستاذ فهد لاتباعها في عملية تنشيط العمل الاقتصادي البيني بين الدول العربية. ما الذي يعطل ذلك؟ يعني إذا ما اتفقنا على أنه البيان السياسي، عندنا أمثلة ناجحة جدا. عندنا السوق الأوروبية المشتركة، دولة موجودة مفتوحة. اليوم أنت تتحرك بالدول العربية بقضايا جمركية ما تخلص منها، تتصرف. يعني اليوم إحنا كان عندنا في شركة بالقطاع الخاص في دولة عربية معينة، تفاجأنا ثاني يوم في دولة مدرجة في سوق الكويت الأوراق المالية، تم الاستيلاء عليها من قبل الحكومة، تم الاستيلاء على حصصها في هذه الشركة من قبل الحكومة، استثمار قطاع خاص. فكيف تدعم سيادة الدول وسياستها مثل هذه الاستثمارات الخاصة في الدول الأخرى؟ شلون نشجع الاستثمارات البينية؟ شلون نقدر نشجع القطاع إذا ما في أمان؟ إذا هذا المفروض يكون في معزل، مثل ما قال دكتور عبد الله، يقول يكون الانتقام السياسي من عدم أو خلافات سياسية بالموضوع الاقتصادي، وهذا فعلا أوكي. أمر مهم جدا. أرجو المعذرة، سننتقل حالا إلى القمة العربية 28 في الأردن. الله حق تقاته ولا تموتن
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي رؤساء الوفود، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، معالي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معالي رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي، معالي مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أيها المدعوون الكرام، أيها السادة والسيدات، يسعدني أن أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أخي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وإلى شعبي وحكومة الأردن الشقيق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما يطيب لي أن أعبر عن فائق تقديرنا لجلالته على الاهتمام الكبير الذي يليه لقضايا أمتنا العربية، وأنا واثق كل الثقة من أن الرئاسة الأردن
الشقيق لدورة القمة 28 هذه ستعطي دفعا قويا وحاسما للعمل العربي المشترك الذي تعلق عليه شعوبنا آمالا كبيرة تحقيقا للأهداف التي تأسست الجامعة العربية من أجلها قبل زيادة من 70 عاما. كما أحيي الجهود الطيبة للدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ولمسؤولي وطواقم مختلف هيئات الجامعة وسهرهم على متابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات قمة نواكشوط وعلى الإعداد الجيد لقمتنا هذه. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، يأتي لقاؤنا اليوم بعد أن تشرفت موريتانيا بالاضطلاع بواجبها القومي في استضافة أعمال الدورة العادية 27 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. وقد عملنا بجد وإخلاص خلال رئاسة الموريتانية على تجنيب منطقتنا العربية المزيد من التأزيم وعلى تعزيز التفاهم والتعاون والتنسيق بين الأشقاء العرب وإسماع صوت أمتنا والدفاع عن قضاياها العادلة في المحافل الإقليمية والدولية. وقد عفت السنة المصارمة إجماع المنتظم الدولي على إدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة حين صادق مجلس الأمن الدولي على القرار 2334. كما عكست نتائج القمة العربية الإفريقية الرابعة المنعقدة في مالابو بغنيا الاستوائية في نوفمبر الماضي عمق ومتانة العلاقات بين إفريقيا والعالم العربي وتمسك إخوتنا الأفارقة بمواقفهم المبدئية والثابتة في دعم القضايا العربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كما أكد مؤتمر باريس حول السلام في الشرق الأوسط الذي التأم في شهر يناير الأخير على التمسك بحل الدولتين لتحقيق السلام الدائم بالمنطقة، وطالب بدعم اتخاذ أي خطوات وطالب بعدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب خصوص القضايا الكبرى العالقة، ورحب بالقرار الأممي الرافض للاستيطان. إن حل الدولتين الذي تبلور إثر مسار شاق وطويل من المفاوضات بين أطراف النزاع في الشرق الأوسط برعاية ومباركة من المجتمع الدولي يظل الخيار المناسب الوحيد الذي يحقق السلم والأمن الدائمين في المنطقة ويضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بما فيها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، تواجه أمتنا العربية تحديات كبيرة في مجالات استتباب الأمن والسلم وتحقيق التنمية المستدامة. وتعرف بعض بلداننا العربية صراعات ونزاعات مسلحة نجم عنها تدمير للبنية التحتية ومواجهة نزوح جماعية وأوضاع إنسانية بالغة التعقيد وتنامي تيارات الإرهاب والتطرف والغلو بتداعياتها الخطيرة على الأمن القومي العربي وعلى الاستقرار الإقليمي والدولي. فلا تزال الأوضاع في سوريا جد معقدة، حيث تنشط الجماعات الإرهابية مخلفة الدمار على صعيد واسع من جهة، كما أن أطراف الصراع السورية لم تبذل الجهود الضرورية لتثبيت وقف إطلاق النار والانخراط بإرادة قوية في جهود إعادة السلم والأمن والوئام في سوريا الشقيقة من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار فإنني أدعو الإخوة السوريين إلى الإنهاء الفوري للاقتتال الداخلي، وهو ما يتطلب المضي قدما في جهود تثبيت وقف إطلاق النار الذي مهدت له مباحثات أستنا، وإلى التوقيع على اتفاق سياسي شامل يحقن دماء الشعب السوري ويحافظ على وحدته ويضمن السيادة الوطنية على كامل أراضيه طبقا للقرارات الأممية ذات الصلة ونتائج مفاوضات جنيف 1 و2 و3 و4. وفي ليبيا الشقيقة، وعلى الرغم من الانتصارات الأخيرة على الإرهاب في عدة مناطق، لا تزال الأوضاع الأمنية تشكل خطرا حقيقيا على السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق وعلى وحدته وتماسكه الاجتماعي، كما تهدد الأمن في منطقة الساحل والصحراء وتسبب في تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط بضحاياها ومآسيها المتكررة. ويتوجب علينا اليوم دعم الجهود العربية والإفريقية والدولية الهادفة إلى إيجاد اتفاق شامل يحافظ على وحدة التراب الليبي ويرسي دعائم الاستقرار، ويشرك جميع الأطراف الليبية في إدارة الشأن العام ويطلق عملية إعادة الأعمار. لقد شكلت هذه الأهداف مجتمعة جوهر القرارات الهامة التي اعتمدتها اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي الخاصة بالأزمة الليبية في اجتماعها الأخير في برازيفيل بجمهورية الكونغو نهاية شهر يناير المصرم. وفي اليمن الشقيق يتواصل للعام الثالث على التوالي النزاع المسلح مهددا السلم والأمن الإقليمي ومخلفا خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وهو الصراع الذي كاد أن يعصف بكيان الدولة وانسجام المجتمع اليمني لولا الجهود العربية والدولية الكبيرة التي بذلت لمعالجة هذا الصراع. وفي هذا الصدد يتوجب علينا أن ندعم بقوة المبادرة الخليجية ومبادرة الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى حل تفاوضي يحفظ وحدة اليمن واستقراره في كنف الشرعية الدستورية، منوهين باستضافة دولة الكويت الشقيقة ورعاية أخينا سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لمفاوضات الأطراف اليمنية منذ انطلاقها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، لقد تمكن العديد من البلدان العربية من قطع خطوات هامة على طريق استتباب الأمن وتحقيق المصالحة الوطنية. ففي السودان الشقيق يشكل التوقيع على وثيقة الحوار الوطني الشامل بالخرطوم في أكتوبر الماضي نجاحا كبيرا على طريق المصالحة الوطنية الشاملة والاستقرار السياسي خدمة للمصالح الحيوية للشعب السوداني. وفي العراق يتواصل تراجع سيطرة الجماعات الإرهابية داخل الأراضي العراقية أمام الإرادة الحازمة للحكومة العراقية في بسط سيادة الدولة على كامل التراب الوطني وتعزيز لحمة الشعب العراقي الشقيق. إننا نرحب بالانفراج السياسي في لبنان الشقيق الذي مكن من انتخاب رئيس جديد وتعيين حكومة على أسس توافقية لتعود المؤسسات الديمقراطية إلى العمل بفعالية وانسجام خدمة للشعب اللبناني. وأغتنم هذه الفرصة لأتقدم بتهاني الحارة لدولة الرئيس العماد ميشيل عون رئيس الجمهورية اللبنانية ودولة رئيس الوزراء الشيخ سعد الحريري، متمنيا لهما النجاح في مهامهما النبيلة، كما نثمن نجاح
الانتخابات الرئاسية في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ونهنئ بالمناسبة أخانا صاحب الفخامة السيد محمد عبد الله محمد على نيله ثقة ممثل الشعب الصومالي، ونتمنى له النجاح في مهامه السامية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، يشكل الشباب أكثر من ثلثي مجتمعنا العربي، وبتكوينه تكوينا يتلائم وحاجات الأمة، وتوجهه توجيها يصون هويته ويضمن له الانفتاح على الآخر، نكون قد عملنا على أن يلعب دوره الأساسي كاملا في العملية التنموية من جهة، وعلى تحصينه ضد كل أشكال الانحراف التي تستهوي بعض الشباب اليوم وتهدد السلم والأمن في بلدان عربية من جهة أخرى. إن ضمان الممارسات المسؤولة للحريات الفردية والجماعية يشكل عامل استقرار اجتماعي وسلمي أهلي، وهو كفيل بتحفيز الشباب على التعبير عن مؤهلاته وإبداعاته إسهاما في تحقيق تنمية مستدامة. وفي هذا الصدد عملنا في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة على ترقية وصون الحريات العامة وترسيخ سنة الحوار والتشاور مع الطيف السياسي والمجتمعي، كما عملنا على تمكين الشباب من خلال المشاركة السياسية وتأسيس مجلس أعلى للشباب وإنشاء مؤسسات تعنى بدمجه بالحياة النشطة. إن أي عملية تنموية لا تأخذ في الحسبان مشاركة المرأة لن تحقق أهدافها كاملة، وعليه يجدر بنا تشجيع المشاركة الفاعلة للمرأة العربية في النهوض بمجتمعنا على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، يشهد عالمنا اليوم تحولات عميقة من شأنها تقويض أسس النظام الدولي القائم، حيث تمكنت القوى المناهضة للعولمة وتلك الداعية للانغلاق في وجه تلاقي الحضارات من تأمين حضور سياسي وشعب لها في معظم الدول الغربية. الشيء الذي بدأ في التأثير الفعلي على السياسات العمومية في هذه البلدان. ومن بين تلك التحولات ما تشهده بعض البلدان الآسيوية من حضور لافت على الساحة الدولية في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وبروز مؤشرات تحي بأن النظام العالمي المقبل سيكون متعدد الأقطاب. فعلينا كأمة عربية أن نستخلص الدروس من واقعنا اليوم، وأن نعمل أكثر من أي وقت مضى على حماية مصالحنا الحيوية في وجه التحديات التي أفرزتها التحولات العالمية الجديدة. إن تعزيز التضامن العربي يبقى النهج الأمثل لرفع تلك التحديات والسبيل الأقوم لتحقيق تطلعات شعوبنا المشروعة في ضمان وتوطيد الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية والرخاء، وهو ما يتطلب المزيد من التنسيق بين بلداننا وتوحيد مواقفنا والتحدث بصوت واحد عن قضايا أمتنا وتصدي بحزم لمحاولات تدخل الأجنبي في شؤوننا والالتزام التام بحل الخلافات البينية بالطرق الودية. كما يتوجب علينا وضع آليات جديدة تدفع إلى التكامل والاندماج الاقتصادي واستغلال مصادرنا البشرية المؤهلة ومواردنا الطبيعية المتنوعة عبر توسيع فرص الاستثمار بين دولنا والرفع من مستوى التبادل التجاري وإعطاء أولوية في التشغيل داخل الفضاء العربي لليد العاملة
العربية. وفي الختام سعوني إلى أن أجدد لجمعكم الكريم عبارات التحية والتقدير، وأؤكد أمامكم تمسك الشعب الموريتاني بدوره التاريخي في نشر قيم الحضارة العربية الإسلامية، وأتمنى لأعمال قمتنا هذه النجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن أدعو أخي صاحب الجلالة الملك عبد الله بن حسين يتسلم رئاسة المؤتمر الثامن والعشرين لحكومته. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله أعلن افتتاح أعمال مجلس جامعة الدول العربية في دورته 28، واسمحوا لي أن أبدأ الجلسة بإلقاء كلمة الأردن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فيسرني أن أرحب بكم في بلدكم المملكة الأردنية الهاشمية، إحدى الدول الست المؤسسة لجامعة الدول العربية، والتي لطالما كان العمل العربي المشترك القائم على مبادئ التضامن والتعاون والإيمان بالمصير المشترك في قمة أولوياتها. كما أتوجه باسمي واسمكم جميعا ببالغ الشكر لأخي فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز على جهوده الطيبة خلال رئاسته للقمة العربية السابقة، وللجامعة العربية وكوادرها على جهودهم في الإعداد لانعقاد هذه القمة. كما أرحب بسعادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو. أمامنا اليوم تحديات مصرية لدولنا وشعوبنا وأمتنا، ومن أهمها أولاً خطر الإرهاب والتطرف الذي يهدد أمتنا ويسعى لتشويه صورة ديننا الحنيف واختطاف الشباب العربي ومستقبلهم. وواجبنا أن نعمل معا على تحصينهم دينيا وفكريا، فالإرهاب يهددنا نحن العرب والمسلمين أكثر مما يهدد غيرنا، وضحايا الإرهاب أكثرهم من المسلمين. ولابد من تكامل الجهود بين دولنا والعالم لمواجهة هذا الخطر من خلال نهج شمولي. ثانيا، تستمر إسرائيل في توسيع الاستيطان وفي العمل على تقويض فرص تحقيق السلام. ولا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، القضية المركزية في الشرق الأوسط، من خلال حل الدولتين.
والأردن هو الأقرب لفلسطين. فدماء شهدائنا ما زالت ندية على ثرى فلسطين، ونحن على تماس يوميا ومباشر مع معاناة الشعب الفلسطيني وأهلنا في القدس بشكل خاص. كما أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مسؤولية تاريخية يتشرف الأردن بحملها نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية. وسنواصل دورنا في التصدي لأي محاولة لتغيير الوضع القائم، وفي الوقوف بوجه محاولات التقسيم الزماني أو المكاني للمسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف. وأنتم السند والعون للأردن في هذه المسؤولية، فلا بد لنا من العمل يدا واحدة لحماية القدس والتصدي لمحاولات فرض واقع جديد، وهو ما سيكون كارثيا على مستقبل المنطقة واستقرارها. ثالثا، مع دخول الأزمة السورية عامها السابع، نأمل أن تقود المباحثات الأخيرة في جنيف وأستانا إلى انفراج يطلق عملية سياسية تشمل جميع مكونات الشعب السوري، وتحافظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة مواطنيها وعودة اللاجئين. فالأردن يستضيف أكثر من 1,300,000 لاجئ من أشقائنا السوريين، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين، ما يجعل المملكة أكبر مستضيف للاجئين في العالم، ونحن نتحمل كل هذه الأعباء نيابة عن أمتنا والعالم أجمع. رابعا، إننا نؤكد دعمنا لجهود الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب تمهيدا لعملية سياسية شاملة بمشاركة كل مكونات وأطياف الشعب العراقي، تضمن حقوق الجميع وتؤسس لعراق مستقر وموحد. خامسا، أننا نؤكد على دعمنا لكافة الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار والأمن في اليمن وليبيا وتحقيق مستقبل واعد لشعبيهما الشقيقين. وفي هذا السياق، لابد لنا أن نأخذ زمام المبادرة لوضع حلول تاريخية لتحديات متجذرة مما يجنبنا التدخلات الخارجية في شؤوننا. والخطوة الأولى لترجمة ذلك هي التوافق على أهدافنا ومصالحنا الأساسية، بدلا من أن نلتقي كل عام ونكرر مواقف نعلم جيدا أنها لن تترجم في سياساتنا. إن تحدياتنا مشتركة، فلا بد أن تكون حلولنا مشتركة أيضا. فلتكن هذه القمة محطة جديدة في العمل العربي المشترك. وفي الختام، أتمنى لكم طيب الإقامة في بلدكم الثاني الأردن، سائلا المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا وأن يسدد خطانا لما فيه خير أمتينا العربية والإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو معالي السيد أحمد أبو الغيث الأمين العام لجامعة الدول العربية لإلقاء كلمته. شكراً جلالة الملك. جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السيدات والسادة، كم يسعدني ويشرفني أن أخاطب مقامكم الرفيع اليوم من المملكة الأردنية العزيزة.
هذا البلد الغالي الذي يملك من مقومات المستقبل المشرق بقدر ما يمتلك من عناصر ومعالم التاريخ والحضارة. الأردن الوسطي العصي على الأنواء المحيطة به. اسمحوا لي جلالة الملك أن أهنئكم على توليكم رئاسة القمة العربية 28 وعلى تنظيمها الرفيع والمتميز، وكل أمل وثقة في أن رئاستكم للدورة الجديدة ستتسم بكل النشاط والعمل والمبادرة، وكلها سمات عهدناها في قيادتكم الواعية للأردن. كما أود أن أعبر عن التقدير والعرفان إلى فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية على رئاسته لدورة القمة 27، وبصفة خاصة في ظل الملابسات التي أحاطت باستضافة موريتانيا للقمة في يوليو الماضي، ولما بذله من جهد في خدمة قضايا العمل العربي المشترك خلال أشهر الرئاسات الموريتانية. منذ 9 شهور توليت مهام مسؤولياتي أمينا عاما للجامعة، وخاطبت حينئذ قمتكم الموقرة لأضع أمامها ملامح رؤيتي للوضع العربي وعملنا المشترك والتحديات التي تواجهنا، وقد شرعت في العمل بنشاط على الفور، كما قمت بزيارات إلى معظم الدول الأعضاء ونلت شرف لقاء قادتها والتحدث معهم حول الوضع العربي والجامعة، وقد توصلت إلى خلاصات 7 أود أن أتحدث بها أمام سيادتكم. أولا، استشعرت ارتياحا كبيرا ودفعة معنوية هائلة من حديثي مع جميع القادة الذين شرفت بلقائهم، حيث كان الخط العام هو دعم الجامعة العربية وعملها والتمسك بمهمتها السامية في تمثيل وتوحيد العرب والتعبير عن مصالحهم والزود عنها وتجسيد أمالهم وتطلعاتهم والسعي إليها. بالقدر ذاته وللأمانة الشديدة استشعرت أسى مفهوما ومرارة لها ما يبررها إزاء الوضع العربي وما طاله من ضعف وانقسام. وقد شكلت تلك المقابلات علامات إضاءة واضحة على طريق اطلاعي بمسؤولياتي، ومن هنا فقد عاهدت القادة الذين التقيتهم على أن أنشط قدر إمكاني عمل ودور الجامعة في مختلف الملفات والقضايا، وأن أسعى ما أمكن أيضا إلى لم شمل العرب وترتيب الأوضاع واستعادة اللحمة فيما بين الجميع. ثانيا، أنه رغم كل مظاهر الوهن التي تعتري نظامنا العربي أو يظهر وكأن هناك وهم، ورغم ما تعاني منه أمتنا من مشاكل عديدة، فقد تداعت لي أسباب أمل وتفاؤل في وسط هذه الظلمة. ذلك أن الجامعة العربية يمكنها أن تكون الجسر بيننا جميعا، وأن تكون قائد عمل مشترك مثمر بين العرب، ويمكنها أن تنجز بشكل طيب في ملفات اقتصادية واجتماعية وثقافية وفكرية بل وعلمية أيضا، إذا ما توفر لها دعم الدول جميعا وتلاقت إراداتها السياسية على ذلك. ثالثا، تحوم حول منطقتنا طيور جارحة كثيرة تريد أن تنهج في هذا الجسد العربي، وأن تفتأت على قدرة العرب على توحيد صفهم، وأن تضع العرب في تناقض بين بعضهم البعض. وهناك من هذه القوى من يوظف الطائفية والمذهبية على نحو مقيت لتحقيق أغراض سياسية تناقض المصلحة العربية على طول الخط، وهو نهج نرفضه ونتصدى له وندعو الأطراف التي تمارسه لمراجعة حساباتها. وتتردد أحاديث عديدة عن السعي لترتيب منطقتنا حتى من دون موافقتنا، بما يخلق أوضاعا جديدة في الشرق الأوسط. وفي مواجهة هذه الأطروحات جميعا، فقد دافعت خلال الأشهر الماضية عن أمرين أساسيين. الأول هو الدولة الوطنية العربية التي خرجت إلى النور في القرن 20، والتي ينبغي الحفاظ عليها باعتبارها نواة النظام العربي التي لا يجب المس بها. والثاني
التأكيد على أن الوضع العربي الحالي ومع كل الإشكالات التي يعانيها ليس مؤهلا بعد للدخول في أي ترتيبات طويلة الأمد للأمن الإقليمي في ضوء اختلال التوازن الموازين القوى الذي نرصده جميعا. رابعا، وفي الشأن السياسي وجدت أن الملفات الأهم ليست في حوزتنا أو ضمن قدرتنا على التأثير، ربما بسبب تداعيات السنوات الست الماضية الأخيرة. فنحن نتابع عن كثب الأزمة السورية دون وسيلة حقيقية للتدخل مع أطراف أخرى فاعلة تتصدى لصياغة مستقبل سوريا دون إسهام عربي حقيقي، وهذا أمرا أجده وللأمانة أيضا معيبا. ورغم تعقيد الموقف الخاص بليبيا وأزمتها، فقد سعيت إلى وضع الجامعة مجددا في موقف متقدم يسمح لها باستجابة أفضل لنداءات كافة الأشقاء الليبيين الذين يتطلعون بأمل إلى إنهاء فصول أزمتهم المستمرة بدعم ومساندة من الجامعة. خامسا، بطبيعة الحال فأن قضيتنا المركزية فلسطين حظيت باهتمامي البالغ، وتناولتها في لقاءاتي وأحاديثي بيانا لها ودفاعا عنها وإعلاء لشأنها. ومع ذلك فإن الوضع ليس على ما يرام من ناحية، وهو متحرك وإيجابي من ناحية أخرى. فإسرائيل لازالت تصمم على احتلالها لأراضي فلسطين، وهي تسير سادرة في غيها دون رادع، وتمعن في البناء الاستيطاني والتهويد والاستيلاء على الأرض، كما أن وللأسف الانقسام الفلسطيني له تبعاته السلبية. أما على الجانب الإيجابي، ومثلما تحدث رئيس موريتانيا، فهناك قرار مجلس الأمن الأخير بإدانة الاستيطان وتأييد حل الدولتين، وهناك أيضا مؤتمر السلام الذي انعقد بباريس في يناير الماضي وشاركت فيه قوى دولية كثيرة اتحدت إراداتها حول المطالبة بإنهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين. وهناك أخيرا، ويجب أن نتحدث في هذا، هناك أخيرا إدارة أمريكية جديدة تتحدث عن رغبتها في إعادة دفع العملية السلمية، وهذه كلها تطورات يتعين البناء عليها ومتابعتها من أجل نصرة القضية الفلسطينية. إن اليد العربية لا زالت ممدودة بالسلام على نحو ما تقضي به مبادرة السلام العربية، ولا زلنا في انتظار شريك حقيقي على الجانب الآخر يفهم متطلبات السلام ويعمل بجدية من أجل تحقيقه. ومن أسف أننا لا نجد هذا الشريك رغم تعدد الوساطات والجهود. سادسا، تركت التطورات الميدانية شديدة الصعوبة في سوريا واليمن والعراق وأيضا في الصومال أوضاعا إنسانية متدهورة بين نزوح ولجوء بل ومجاعات. فواحد من بين كل اثنين من لاجئي العالم اليوم هو للأسف لاجئ عربي، وأصبح لزاما علينا كعرب أن نتصدى بشجاعة لهذه الأوضاع، لأنها تمس بكرامة الإنسان العربي وحقه في العيش والحياة. وهنا اسمحوا لي أن أشد على أيدي هؤلاء القادة الذين تجاوبوا مع نداء الإنسانية ووجهوا الموارد إلى نجدة إخوتنا المضارين وإلى البلدان العربية التي وجدت نفسها في وجه عواصف من المآسي البشرية، ففتحت الأبواب وآوت المشردين وأغاثت الملهوفين وداوت الجروح. وهنا يجب أن أشكر جلالتكم على هذا. نشكر أيضا لبنان وكل دول الجوار التي تمد يد العون والمساعدة إلى هؤلاء اللاجئين. وأدعو القادة العرب بما عرف عنهم من كرم وإنسانية للاستمرار في هذا الدعم، بل وإلى تكثيف العون والمدد لمواجهة هذه الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها مدنيون عزل في مناطق الأزمات. سابعا وأخيرا، بالتوازي مع ذلك كله، تحتدم في دولنا الحرب ضد الإرهاب تكافحه الحكومات بكل ما أوتيت من عناصر القوة،
وتقاومه المجتمعات بكل ما تملك من عزيمة وإصرار. يسقط للأسف شهداء بالعشرات والمئات من العراق إلى سوريا إلى غيرها من البلدان. يعيث الإرهاب في حواضرنا فسادا وخرابا، ومع هذا لم تهن العزائم في مواجهته، ولم يتوان أحد في التصدي له، لأننا نعلم جميعا أن في استمراره ونجاحه نهاية لبلداننا، وفي القضاء عليه بشكل مبرم بداية جديدة لمجتمعاتنا ومسيرتها التنموية والسياسية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، كانت هذه هي معالم الصورة التي تابعتها وتفاعلت معها على مدار الأشهر التسعة الماضية، ولا ينبغي أن ننسى وسط كل هذه الهموم الجاثمة والتحديات الجسام أن غاية العمل العربي هي المواطن العربي ولا شيء آخر، أمنه، رخاؤه، سعادته، ضمان مستقبله. والمواطن العربي على ما نرى جميعا ينتابه قلق كبير، وهو يتابع حال الأمة ويشاهد ما تتعرض له من محنة غير مسبوقة في تاريخها الحديث. والحق أن القلق مشروع والخوف من المستقبل مفهوم، بل أن هذا القلق هو أيضا علامة صحة ودليل حيوية في الجسد العربي. فالحقيقة أن الشعور العربي الجامع ما زال موجودا، والعروبة ما زالت موجودة، والهموم الداخلية في كل بلد من بلداننا لا تنفي الاشتراك في الهم العام والإحساس بالمخاطر التي تهدد الكيان العربي في مجموعه. والحقيقة أيضا أن انعقاد القمة اليوم وبهذا الحضور الكريم غير المسبوق، وهذه المشاركة اللافتة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو لهو رسالة طمأنة لهذا المواطن العربي القلق على مستقبله، رسالة ثقة بأن المنظومة العربية لا زالت تعمل على كل ما فيها من أوجه القصور، وأن التنسيق العربي والعمل المشترك لا زال هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات. فالخطوة الأولى لمواجهة أي أزمة إقليمية هي توفر الرؤية المشتركة بين الأطراف، ووجود مساحة بين الثقة من الثقة والتواصل تسمح بمعالجة التباين في الرأي وهو طبيعي، وبالتحرك بشكل جماعي لمواجهة الأزمات وهو الغاية المنشودة. إن أزمتنا الراهنة شديدة، ولكن أحسب أن إرادتنا الجامعة أشد وأصلب، وأن مأزقنا ربما يبدو وكأنه خطير ومصيري، ولكن وحدتنا إذا صدقت النوايا قادرة على تجاوزه. ليس بنا حاجة إلى التباكي على مكان أو الانغماس في اليأس. وإنما نتطلع جميعا إلى عبور هذه الأزمة بتعاضدنا وتداعينا لنجدد بعضنا البعض وتوحيد رؤيتنا على أولويات مشتركة للأمن القومي العربي. وفي القرارات المعروضة على القمة تفصيل واضح لهذه الأولويات جميعا، فلا نجاة لنا مما نحن فيه إلا مجتمعين متحدين، واجتماع إرادتنا يقطع بنا نصف الطريق إلى ما نصبو إليه. إن عالمنا العربي قادر على اللحاق بعصره، وشبابه راغب في المشاركة في البناء من أجل المستقبل. من الضروري أن نفتح أمام هؤلاء الشباب نوافذ الأمل والرجاء، وأن نطرح في مجتمعاتنا عقود اجتماعية جديدة تستنفر طاقاتهم ومواهبهم الإبداعية لبناء اقتصاديات تنافسية تفيد كافة طبقات المجتمع وتقوم على نماذج عصرية في التنمية، تنمية البشر والحجر معا. وأرى أن هناك الكثير من دولنا تفعل ذلك، ومثالا على هذا البلد العظيم الذي أرى فيه كل هذا النمو الكبير. تنمية تنزع عن المجتمعات آفة التطرف، وتواجه غربان الهدم والخراب بمعاول البناء والعمران، وتثبت إيمان الفرد بمجتمعه ودولته، بل قد توفر دماء زكية وتنقذ أرواحا بريئة.
لا يدخلني شك في أن الشعوب والحكومات العربية قادرة على عبور هذا الفصل الخطير في تاريخها الحديث، وأقول أنني أرى نقاطا مضيئة في أماكن كثيرة من هذا العالم العربي. نحن سوف نكون أشد قوة وأصلب عودا وأمضى عزيمة وأكثر تضامنا بوحدتنا. شكرا جلالة الملك. أشكر معالي الأمين العام على كلمته، وأدعو معالي السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة لإلقاء كلمته. Your Majesties, Your Highnesses, Excellencies, Assalamu alaikum. I thank His Majesty King Abdullah II and the government of Jordan for inviting me to address this important summit of the League of Arab States. Your Majesty King Abdullah, I always found in you a strong supporter of peace, a generous host to people fleeing conflict, and a good friend of the United Nations committed to multilateralism. You are the King of Jordan, but you are a citizen of the world. Your Majesties, the United Nations attaches the highest importance to our partnership with the Arab League. And we meet at a moment of profound anguish. Across the region, conflict and displacement are widespread, and across the world, Arab and Muslim communities face growing prejudice. Too many populist political leaders have fallen into the trap of presenting the despicable acts of Daesh and Al-Qaeda as driven by Islam, when in fact they utterly defy the faith. Indeed, Muslims themselves are the primary victims. My experience as High Commissioner for Refugees showed me the true nature of Islam, as Arab countries extended remarkable hospitality to wave upon wave of people fleeing violence and persecution. Refugee protection is deeply rooted in Islam. Refugee protection defined not only for Muslims, but for all. As the Holy Quran tells us in the Surah Al-Tawbah, and I quote, "And if any one of the disbelievers seeks your protection, then grant him protection, so that he may hear the message." امنح له هذه الحماية لإيصاله إلى بر الأمان. يا له من خير مثال عن التسامح والتعاطف والحداثة. ويفطر قلبي وأرى أن دول متقدمة تغلق حدودها أمام اللاجئين الذين يهربون، والأسوأ أحيانا يتذرعون بالدين لإبعادهم. صاحب الجلالة، أتي إلى هذه القمة ويحمني الأمل للمستقبل، وأتوجه إلى قيادتكم الكريمة بصقل مستقبل جديد للمنطقة قادرة على حل مشاكلها بأنفسها عبر الحوار والتعاون. والواقع أن هذه الأوضاع في العالم العربي فتح المجال لتدخلات خارجية أدت إلى شرخ أكبر نزاعات وأعمال إرهاب. في هذه المرحلة المحورية من الضروري أن تكون متكاتفين، ونحن مستعدون للعمل معكم، ونحن نرحب بكل الشراكات لصون السلم والاستقرار وللعمل على التنمية. أصحاب الجلالة، حان الوقت لكي نضع حدا للصراع في سوريا، وأمل أن نتمكن من التوصل إلى وقف إطلاق نار، وسنبذل قصارى جهدنا للسماح لمحاورات جنيف بأن تؤدي إلى نتائج ملموسة. ويبدو واضحا الآن لكل المعنيين أن أي نجاح لن يدوم من دون حل سياسي يسمح للشعب السوري بأن يحدد مصيره. في العراق أرحب بالتقدم في استعادة الأراضي من داعش بما في ذلك الموصل، ونحن على استعداد للتعاون مع رئيس الوزراء وكل القيادات للتوصل إلى حكومة تمثل كل المجتمعات. وأنا
أؤمن بأنكم إذا ما عملتم يدا بيد فيمكن أن نخرج اليمن وليبيا من دائرة العنف والنزاعات عام 2017. أصحاب الجلالة والسعادة والسمو، هذه النزاعات يجب أن تبعدنا عن حل أو عن السعي لحل للأزمة الفلسطينية. أنا أفهم يأس الشعب الفلسطيني، والواقع أن أحلام جيل بعد جيل تقيدت بفعل الاحتلال، والواقع أن الفلسطينيين والإسرائيليين ليسوا بحاجة إلى إدارة النزاع بل حل النزاع، والواقع أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي سوف يضمن السلم والأمن والحياة الكريمة. وأنا أؤمن بأن ليس هناك خطة بديلة، ولذلك من الضروري أن نتوقع أن نوقف أي خطوات أحدية تعيق حل الدولتين، وهذا ينطبق أساسا على ضرورة إيقاف الاستيطان المعادي للقوانين الدولية، ومن الضروري أيضا أن ندين الأعمال الإرهابية. وأنا أحيي جامعة الدول العربية على طرح مبادرة السلم العربية. عندما تصعب الأمور علينا أن نثابر وأن نستثمر كل جهودنا. أصحاب الجلالة، أتطلع بأن نعمل سويا لتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. أنا أتي من منطقة فيها إرث عربي قوي في الأندلس، وأنا أقف أمامكم وأقدر تماما إسهامات العالم العربي في الحضارة العالمية. وكما تعرفون لدينا نسختنا الخاصة من إن شاء الله، وفي البرتغالية نقول إن شاء الله. ويجب أن نقر بأن يرافق ذلك مسؤولية على عاتقنا لصون شعوبنا، وبفضل قيادتكم واتحادكم سوف نتمكن من تحقيق ذلك. وشكرا. أشكر معالي الأمين العام للأمم المتحدة على كلمته، وأدعو معالي السيدة فيدريكا موغريني الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي لإلقاء كلمتها. صاحب الجلالة العاصمية الملك عبد الله الثان ابن الحسين، أصحاب الجلالة والفخامة وسمو قادة الدول العربية، معالي الأمين العام، أشكركم لدعوتي للحضور بينكم اليوم. It is extremely important for me to have the extremely important summit today. Our common region is going through years of suffering. إن منطقتنا تعاني من الكثير من الصراع، والسلام والإصلاح أو التصالح يمكن أن يتم من خلال منهجية تشاركية وتعاون. لا يمكن لقوة إقليمية أو دولية أن تمتلك المفاتيح لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا. إننا نؤكد أن هذه منطقتنا، وهذا يتطلب المساهمة من كل فرد، يتطلب التعاون أيضا ما بين أوروبا وبين العالم العربي، وأيضا تعاون في ضمن العالم العربي وفي العالم أجمع. ونحن بحاجة هذا التعاون في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى. وكما قال جلالة الملك عبد الله مؤخرا، علينا أن نفتح قنوات جديدة ما بين القارات وما بين الشعوب، ما بين الدول وما بين الشعوب. لذلك أنا مسرورة أنه في الاجتماع الوزاري المشترك في شهر ديسمبر الماضي التزمنا بدعم الحوار والتعاون. ودعوني أذكر بعض أن التعاون ليس فقط مهما ولكنه حيويا، وعلي أن أبدأ بالقول أن هناك حاجة إلى سلام دائم وشامل بين فلسطين والإسرائيليين، وهذا سوف يظل أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي. حل سلمي لهذا الصراع وتقدم في ذلك الاتجاه يمكن أن يعطي نموذجا للتعاون في المنطقة فيما يتعلق بالأمن. ونحن نؤمن بشكل عميق أن الدولتين، حل الدولتين، هو الطريقة الواقعية لإنهاء الصراع. ونحن ندرك أن تغييرات
أن أي تغييرات لحدود 67 يجب أن يتم بالتفاوض، وخصوصا فيما يتعلق بالقدس، وأنا ناقشت ذلك مع الرئيس عباس في بروكسل قبل أيام، وسوف نظل ملتزمين كمجتمع دولي نحو هذا الهدف بالتعاون مع أصدقائنا الأمريكيين. ونحن أيضا نؤمن أن مبادرة السلام العربية هي ذات صلة ولا تزال حية ولديها دورا مركزيا لتلعبه. إن تم ترجمتها إلى أفعال فإنها تشكل إطارا لهذا السلام، والمنطقة بالفعل بحاجة إلى السلام، حيث أن الصراع في سوريا يدخل عامه السابع. في العام القادم سوف يجتمع الاتحاد الأوروبي في مؤتمر دولي لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، ونحن نأمل أن نبني على ما حققناه في مؤتمر لندن لدعم السوريين وكذلك دعم الدول المضيفة، وأيضا نسعى لتعزيز الدعم العالمي لمفاوضات السلام في جنيف، ونود أن نبدأ بالتخطيط لذلك اليوم حيث يكون هنالك انتقال سياسي حقيقي، ونحن بحاجة إلى تضافر الجهود من أجل إعادة البناء، ولكن هذا يمكن أن يكون ممكنا بعد أن يتم تحقيق أو بعد أن يكون هنالك حل سياسي. ونحن ملتزمون بإعادة بالبناء، ونحن نعتقد أن هذا سوف يسهم في تيسير المفاوضات ويعطي الأمل. بالانتقال للعراق، لقد أثبت أن إعادة الاستقرار ممكن، وأن هزيمة داعش يمكن أن تكون واقعا، وكذلك إعادة المؤسسات الحكومية، وكذلك استعادة المناطق المحررة في العراق، وهذا ضروري جدا لاستقرار وأمن العراق والمنطقة بكمالها. لذلك فإن الاتحاد الأوروبي سوف يظل ملتزما بدعم أصدقائنا وإخواننا العراقيين بكل السبل الممكنة. الاتحاد الأوروبي أيضا مصمم على الاستمرار في مساعدة اليمن والعمل نحو تحقيق حل سلمي سياسي، وكذلك إنهاء المعاناة الإنسانية. كلمة أخيرة ولكنها مهمة جدا فيما يتعلق بلوبيا، أن تعاوننا مهم جدا، حل المشكلة في ضمن الاتفاق والوفاق الليبي هو مسؤولية ليبية بالدرجة الأولى، ولكن علينا أن ندرك كمجتمع دولي وكذلك كمنطقة كدول في المنطقة أنه يمكن لنا أن نساعد أصدقائنا الليبيين من خلال تضافر جهودنا. لذلك فإن الاتحاد الأوروبي انضم إلى اللجنة المتعلقة في الحل في ليبيا، وأيضا قمنا بعقد اجتماع مثمر قبل أسبوعين في القاهرة، وسوف أرأس الاجتماع القادم في بروكسل. هذه منطقتنا، ولذلك فنحن نتوقع الحرية والاستقلال لكل دولة، وفي الوقت نفسه سوف نشترك في مسؤولياتنا من أجل إحلال السلام مع بعضنا البعض. إن الاتحاد الأوروبي سوف يستمر بلعب دوره، واليوم في الدورة 28 وفي الغد سوف نظل مصممين ببذل كل الجهود كمانحين وكذلك كقوة سياسية دبلوماسية وكجهة مزودة للأمن من أجل احترام ومزيد من التعاون مع بين هذه الأطراف المختلفة. سوف نظل الشريك الموثوق الذي يمكن الاعتماد عليه لكم ولشعوبكم، نبدأ بالشعوب العربية وكذلك بالمجتمعات العربية. في أوقات التشكك علينا أن نعمل مع بعضنا البعض أكثر من أي وقت آخر. إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتعزيز تعاونه وشراكته من أجل بناء الأمن وكذلك تعزيز النمو الاقتصادي والتكنولوجي. نحن مستعدون للمضي قدما معكم. شكرا جزيلا لكم. أشكر معالي نائب رئيس المفوضية الأوروبية على الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي على كلمتها، وأدعو معالي السيد موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، رئيس الدورة 27 للقمة العربية، أصحاب الجلالة والسمو، أصحاب الفخامة، أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود،
معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب السعادة السفراء، السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني غاية السعادة ويشرفني شرفا عظيما أن أتقدم إليكم ببالغ الشكر والامتنان على دعوتكم الكريمة لنا، وإنها لمناسبة جلة أن أنقل إلى مقامكم السامي تحيات إخوانكم قادة الاتحاد الإفريقي وتمنياتهم الصادقة بنجاح مداولاتكم الميمونة. إنه ليوم مشهود في مسيرة العلاقات العربية الإفريقية أن أحظى فيه كرئيس لمفوضية الاتحاد الإفريقي بمخاطبة الدورة 28 لقمة الدول العربية في المملكة الأردنية الهاشمية، أرض الأصالة والحداثة وحسن الضيافة والكرم المميزين لشعبها ولقائدها المظفر جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. إن حضوري إلى مؤتمركم هذا لذو مغزى عميق، إنه يأتي تأكيدا لوفائنا لمواقف التضامن والتآزر والتعاون التي ظلت وسام فخر واعتزاز لكم أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ولشقائكم ونظرائكم الأفارقة. وفي هذا المنحى فإننا نرى أن الدعم المستمر للقضية الفلسطينية بكل أبعادها وعلى الخصوص الدفاع المستميت عن الأقصى الشريف يحتل الصدارة في أولوياتنا، كما أن محاربة الجماعات الإرهابية أيا كانت مسمياتها هي التحدي الأول الذي يواجهنا في الظرف الراهن، إذ يشكل بثها وتشجيعها للشعارات المسيئة إلى رسالة الإسلام السمحاء أكبر الأضرار الفكرية والسياسية والأخلاقية التي تتعرض لها شبابنا. وبهذا الصدد يظل الوضع في بلدان التقاطع العربي الإفريقي كالصومال وليبيا وجنوب السودان ومجموعة الخمسة في الساحل ومحيط بحيرة تشاد موضع انشغالاتنا في الكفاح المرير ضد التطرف والإرهاب والمجاعة والفقر والتخلف. ولقد ناشدنا المجتمع الدولي لمساعدة الملايين المتضررة في هذه المناطق، وإنني لأجدد النداء من هذا المنبر الجليل. أصحاب الجلال والسمو والفخامة، أدعوني أقولها بصراحة الأحبة، إن الشراكة العربية الإفريقية رغم ما لديها من أسباب القوة مختلفة تاريخيا وثقافيا وروحيا واقتصاديا لم ترقى للأسف الشديد إلى المستوى المناسب لتلك الأبعاد. وأخيرا ورب أخير أول، فإنه ليسعدني أن أقولها بصوت مدون، إن عزيمتنا قوية في إنجاح القمة الخامسة المزمع عقدها في الرياض بالمملكة العربية السعودية سنة 2019 بإذن الله، لنضيف بناء جديدا إلى هرم القمم الماضية وخاصة قمة الكويت التي ضخت بمناسبتها دولة الكويت مشكورة ما يزيد عن مليار دولار لصالح إفريقيا. إن أملنا وطيد أن تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بناء على قراراتكم السديدة وطبقا لما اتفقنا عليه في قمة مالابو بعملية سريعة وجادة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي تلبية لطموحاتنا العميقة في بناء الصرخ الجديد لشراكتنا الواعدة. إن أمالنا مقعودة عليكم، وأيادي صداقتنا ومحبتنا وتضامننا ممدودة إليكم. وفقنا الله وإياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على كلمته، وأدعو معالي السيد يوسف بن أحمد العثمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى الرسل أجمعين.
صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الدورة 28 لمجلس جامعة الدول العربية، خادم الحرمين الشريفين أصحاب الجلالة والسمو والفخامة والمعالي رؤساء الوفود معالي الأستاذ أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أقف أمامكم متحدثا باسم منظمة التعاون الإسلامي هنا في المملكة الأردنية الهاشمية النابضة بالعروبة والأصالة. قادتنا الأجلاء، إن انعقاد هذه القمة يأتي في توقيت بالغ الأهمية وفي فترة مفصلية تعيشها المنطقة وفي خضم متغيرات سياسية واقتصادية وأمنية غير مسبوقة. تضع المنظمتين الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في خندق واحد لمواجهة تحديات العصر وتلبية متطلبات المرحلة الحرجة التي يمر بها عالمنا العربي والإسلامي. قادتنا الأجلاء، على رأس قضايا الأمة قضية فلسطين والقدس الشريف، حيث تستمر الانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة لتهويد القدس وتصاعد سياسة الاستيطان وشرعنتها، مما يتطلب إرادة جادة لتحريك عملية السلام عبر المبادرة العربية وحل الدولتين. قادتنا الأجلاء، إن منظمة التعاون الإسلامي تجدد رفضها المبدئي والمطلق للإرهاب والتطرف وأهمية القضاء على خوارج العصر الذين شوهوا صورة الإسلام، ونثمن جهود دولها الأعضاء للتصدي لكل الأعمال التي تتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف الذي يدعو للتسامح والتعايش والسلام والحوار واحترام الأديان ونبذ التطرف والعنف. وتؤكد المنظمة دوما بأن الإرهاب لا دين له ولا عرق ولا جنسية، بل هو مرفوض مهما كان مصدره أو ذريعته. كما تشدد المنظمة على ضرورة مجابهة أي استهداف طائفي يؤدي للتشرذم والتصدي له بكل حزم، على النحو الذي يحفظ للدول الإسلامية استقرارها وللأمة أمنها. كما تؤكد المنظمة على ما ورد في ميثاقها من أهمية احترام سيادة الدول الأعضاء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام حسن الجوار قولا وعملا. من جهة أخرى، ترفض المنظمة محاولات بعض وسائل الإعلام ربط ظواهر العنف بعموم المسلمين، وهو الأمر الذي أدى إلى تفاقم ظاهرة الخوف من الإسلام والتضييق على المسلمين في الدول غير الإسلامية. ومن هنا تتابع المنظمة أوضاع الأقليات المسلمة في جميع أنحاء العالم، وبذل كل جهد ممكن لإرساء حوار وتشاور مع حكومات بلادهم من أجل تحسين أوضاعهم وحقهم في ممارسة شعائرهم بما لا ينقص من حقوقهم أو من سيادة الدول التي يعيشون عليها. قادتنا الأجلاء، منظمة التعاون الإسلامي صوت جامع للأمة، وهي بحكمتكم وحزمكم شريك مناضل لذات الحقوق وقضايا العالم العربي الذي يربطه بعمقه الإسلامي، كونه قلب العالم الإسلامي، وبدينه الذي يدين به 1.5 مليار مسلم حول العالم. رفع الله الغمة عن الأمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على كلمته، وأدعو معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي لإلقاء كلمته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الدورة 28 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والقادة العرب، معالي السيد أحمد بغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتوجه بداية بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وللشعب الأردني الشقيق على احتضان اجتماع الدورة 28 لمجلس الجامعات
الدول العربية على مستوى القمة، كما أهني جلالته على رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، كما أتوجه ببالغ الشكر والتقدير لفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مقدرين ومثمنين عالياً جهود فخامته خلال فترة رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أتشرف بالوقوف أمام مجلسكم الكريم ممثلاً للبرلمان العربي، صوت الشعب العربي المعبر عن آمال وتطلعات الأمة العربية، وهو المؤسسة التشريعية والرقابية لمنظومة جامعة الدول العربية، والذي أصبح دوره أكثر فاعلية وقوة بدعم من مجلسكم الكريم الذي كان له الدور الأهم في تمكينه من أداء صلاحياته وتعزيز دوره للعمل كأداة فاعلة خدمة لقضايا ومصالح الأمة العربية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، متطلعين من مجلسكم الكريم مزيداً من الدعم لتفعيل الدور التشريعي الهام الذي يقوم به البرلمان العربي، بما يعزز العمل العربي المشترك ويحقق التكامل الاقتصادي والتكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة، والعمل على ترسيخ البعد الشعبي ودوره في مسيرة العمل العربي المشترك. وفي هذا السياق يعمل البرلمان العربي على دعم السياسات والمواقف تجاه القضايا والمصالح العربية في المحافل الإقليمية والدولية، في ظل تنامي دور الدبلوماسية البرلمانية في العالم وتعاظم تأثيرها على مسار السياسات الدولية. وإن الدور الذي يقوم به البرلمان العربي في تعزيز الروابط وفتح قنوات التواصل وتوطيد العلاقات مع العديد من الاتحادات والهيئات البرلمانية الوطنية والإقليمية والدولية ومجالس منظمات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، مهد الطريق أمام التواصل مع ممثلي شعوب العالم لنقل رسالة الشعب العربي بما يعزز ويدعم الدبلوماسية الرسمية العربية، وانطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق البرلمان العربي في ظل الظروف بالغة التعقيد التي تعصف بعالمنا العربي، بادر البرلمان العربي بتأسيس اجتماع دوري مع أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات والمجالس العربية، وذلك لدراسة الأوضاع والتحديات التي تواجه العالم العربي وتقديم رؤية عربية موحدة تعالج القضايا والتحديات تعبر عن تطلعات وآمال المواطن العربي. هذه الرؤية صدرت باسم وثيقة المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية الذي انعقد في مقر جامعة الدول العربية في شهر جماد الأولى 1438 هجري فبراير 2017 ميلادي. الوثيقة تضمنت رسم مواقف وتقديم حلول ومعالجات لكافة القضايا والتحديات التي تواجه العالم العربي، ونتطلع باسم البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات في الدول العربية لاعتمادها كوثيقة من وثائق هذه القمة. كما بادر البرلمان العربي أيضاً بإصدار عدد من الرؤى والوثائق والتوصيات بشأن القضايا التي تهم المواطن العربي وتمس أمنه القومي وقوته اليومي، حيث أقر التصدي للقانون الأمريكي المسمى العدالة ضد رعاة الإرهاب جاستا، كما اعتمد رؤية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتصدي للوضع اللا إنساني والقوانين التعسفية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأصدر رؤية بشأن معالجة قضية الفقر في العالم العربي، كما أصدر ثلاث وثائق برلمانية تلامس ثلاثة موضوعات في غاية الأهمية للمجتمعات العربية، وهي المرأة والشباب والبيئة،
حيث أصدر الوثيقة العربية لحقوق المرأة ووثيقة الشباب العربي والوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن العالم العربي كان ولا يزال وسوف يكون محط انظار وأطماع واستهداف قوى ودول إقليمية وعالمية، فهو مهد الديانات السماوية ومصدر إشعاع الحضارات الإنسانية ومخزن الثروات الطبيعية، يتوسط قارات العالم ويربط الشرق بالغرب، ولذلك فهو يتعرض على مر العصور والأزمان لحملات غزو وغارات احتلال وجيوش استعمار، ولكنه على الرغم من ذلك كله ظل شامخا وصامدا وعصيا على الانكسار. كلما أراد الأعداء النيل منه ازداد قوة وصلابة وشموخا، ولذلك ما نعيشه اليوم من موجات احتلال ومحاولات استعمار وحملات غزو فكري وأيديولوجي ومذهبي تمهد لإعادة أمجاد إمبراطوريات سالفة ذهبت على أيدي العرب أدراج التاريخ ولن تعود بحول الله وقوته. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، تنعقد القمة العربية في ظرف دقيق تتأكد فيه الحاجة الماسة إلى تنقية الأجواء العربية والتضامن العربي، وذلك من أجل الارتقاء بالعمل العربي المشترك إلى مستوى المسؤولية التاريخية. فالأمن القومي العربي في خطر، الأمن القومي العربي في خطر بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي والإرهاب والتدخل الإيراني في الشؤون العربية. هذه الأضلاع الثلاثة لمثلث الخطر الداهم على الأمن القومي العربي. فإسرائيل لا تزال مستمرة في احتلالها للأراضي العربية في فلسطين وسوريا ولبنان، وتمارس أقوى وأقسى أنواع الظلم على الشعب الفلسطيني الصامد. لقد أقر مجلسكم الكريم مبادرة السلام العربية عام 2002 ميلادي، فكسب العرب الرأي العام العالمي والتعاطف الدولي والشعوب المحبة للسلام والعدل في كافة أنحاء العالم، وأثبت العرب للعالم أنهم دعاة سلام، وأن دولة إسرائيل غير مستعدة وغير راغبة في السلام. وها هي اليوم بعد أن ضاقت بها الحيل ووقفت ضدها شعوب العالم استنكارا لجرائمها ومقاطعة لبضائعها، أصبحت دولة منبوذة تمارس الظلم أمام أنظار العالم، وجرائم الاحتلال والقتل والتدمير والعنصرية تتحدث اليوم عن عدم إمكانية حل الدولتين، ولكنها سوف تفشل في توجهها الجديد كما فشلت من قبل في رفضها لمبادرة السلام العربية. فالعالم اليوم أصبح أكثر وعياً وإدراكاً لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم واضطهاد، فهو الشعب الوحيد الذي لا يزال تحت سلطة الاحتلال، والضمير العالمي لن يقبل بذلك في القرن 21. إن الإرهاب أصبح خطراً يهدد كل الدول والمجتمعات العربية بفعل محاولات عدوانية من قوى وجماعات تنظيمية، خاصة تنظيم داعش الإرهابي. إن النظام الإيراني أصبح اليوم يمثل تهديداً للأمن القومي العربي من خلال استمرار احتلال الجزر الإماراتية وتدخله في الشؤون الداخلية للدول العربية عن طريق إثارة ونشر وتغذية الصراعات الطائفية وتكوين ودعم ميليشيات مسلحة هدفها تقويض سلطة الدول الوطنية وتدريب أفراد هذه الميليشيات ومدها بالأسلحة لخلق الأزمات وإدامة الصراعات وتفتيت المجتمعات في المنطقة العربية وتبني سياسات ومواقف عدوانية وإصدار تصريحات غير مسؤولة ضد الدول العربية، خاصة مملكة البحرين وجمهورية اليمن، تتنافى مع مبادئ القانون الدولي المتمثلة في احترام سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وختاماً، أجدد شكري وتقديري للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومةً وشعباً على استضافتهم الكريمة لهذه القمة، كما أشكر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
ومعالي الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط على ما يبذلونه من جهود لتعزيز العمل العربي المشترك، مؤكدين تطلع الشعب العربي الكبير إليكم أنتم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو للعمل سويا من أجل مواجهة هذه التحديات والأخطار الجسيمة التي تواجه أمتنا العربية. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم في خير الأمة العربية. شكرا سيدي جلالة الملك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر معالي رئيس البرلمان العربي على كلمته، وأعلن انتهاء أعمال الجلسة الافتتاحية، وأستأنف جلسة العمل الأولى في نفس القاعة وهي مخصصة للاستماع إلى كلمات القادة العرب. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نبدأ أعمال جلسة العمل الأولى. وأدعو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام للدولة العربية، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير لجلالتكم والحكومة الشعب الأردني الشقيق لاستضافة هذه القمة، مشيدا بدقة الترتيب وحسن التنظيم، كما توجب الشكر للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة وفخامة الأخ الرئيس محمد أبو عبد العزيز على ما بدأته من جهود كبيرة خلال هذه القمة السابقة. والشكر موصول لمعالي الأمين العام لجمعية الدول العربية وكافة العاملين بالجامعة. الملك، الحضور الكرام، يجب أن تشغلنا الأحداث الجسيمة تمر بها منطقتنا عن تأكيد العالم على مركز القضية الفلسطينية لأمتنا والسعي لإيجاد حلها على أساس إخراج الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. أيها الأخوة، ما زال الشعب السوري الشقيق يتعرض للقتل والتجريم، ما يتطلب لإيجاد حل سياسي ينهي هذه المأساة ويحافظ على وحدة سوريا ومؤسساتها وفق الإعلان جنيف رقم واحد وقرار مجلس الوزراء مجمع قمه سلاما 2254. وفي الشان اليمني، فاننا نؤكد على اهميه المحافظه على وحده اليمن وتحقيق امنه واستقراره، وعلى حميد الحل السياسي للازمه اليمنيه وفقا للمبادره الخليجيه والياتها التنفيذيه ونتائج الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، كما ندعو إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية في مختلف المناطق اليمنية. فيما يخص ليبيا، نرى أن على الأخوة في ليبيا العمل على حفظ الأمن واستقرار وإحرار ليبيا ونبذ العنف ومحاربة الإرهاب وصولا إلى حل سلمي ينهي هذه الغزوة. أيها الأخوة الحضور، من أخطر ما يواجهنا مجموعة العربية التطرف والإرهاب، الأمر الذي يؤكد ضرورة تضافر الجهود لمحاربتها بكافة وسائل. كما أن تدخلات الشؤون الخارجية في الشؤون الخارجية الداخلية للدول العربية تمثل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي وسيادة الدول ومدى الجوار. أيها الأخوة،
تولي المملكة العربية السعودية حمية كبرى في قضية التنمية والتعاون الاقتصادي بين دول الدول العربية. من المهم تفعيل كافة القرارات لتهدف تطوير تعزيز العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي. أيها الأخوة، إن إعادة هيكل جامعة الدول العربية وسلاحها وتطويرها أصبحت مسألة ضرورية ينبغي الإسراع في تحقيقها. وفي الختام أرجو الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الأمة العربية، وأن تكرر الأعمال قمتنا بالتوفيق بالنجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله. أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على كلمته، وأدعو صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب الجلالة الملك عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، رئيس الدورة 28 لمؤتمر القمة العربية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام للأمم المتحدة، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني بداية أن أتقدم بجديل الشكر والامتنان إلى أخي جلالة الملك عبد الله بن الحسين وإلى حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على الاستقبال الحار وكرم الضيافة وما شهدناه من إعداد متميز لهذا اللقاء الهام. كما أشكر فخامة الأخ الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس جمهورية موريتانيا الشقيقة على ما أبداه من جهود مشهودة وأعمال مقدرة في سبيل دعم عملنا العربي المشترك خلال ترأسه لدورة قمتنا السابقة. كما أشكر معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ على جهوده الكبيرة وجهاز الأمان العامة في سبيل الإعداد لهذه القمة المباركة. لقد أطاح وهم ما يسمى الربيع العربي بأمن واستقرار أشقاء لنا، وعطل التنمية والبناء لديهم، وامتد بتداعياته السلبية ليشمل أجزاء عند عدة من وطننا العربي، لتتدهور الأوضاع الأمنية فيها وليعيش شعبها معاناة مريرة وتتضاعف معها جراح أمتنا. وحتى نتمكن من تجاوز تلك الحقبة المظلمة من واقعنا العربي، فإننا مطالبون باستخلاص العبر مما حصل لنا، وأن تصحح العديد من مسارات عملنا تحصينا لمجتمعاتنا وتماسكا لجبهتنا الداخلية وتحقيقا لتطلعات شعوبنا المشروعة. إن عالمنا العربي يواجه اليوم تحديات جسيمة ومخاطر محلقة تفرض علينا الالتزام بنهج في عملنا العربي المشترك. يواجه هذا الواقع ويتصدى لتلك المظاهر، فنحن مطالبون على مستوى آلية القمم العربية أن يكون التعامل وفق نهج مختلف عما درجنا عليه في السابق، ولتكن هذه القمة المباركة اليوم بداية لتحديد مسار جديد لنا نعمل من خلاله على التركيز على موضوعات محددة تمثل تشخيصا للمعوقات
التي نواجهها ولندع بقية موضوعاتنا الاعتيادية للنظر فيها والتعامل معها عبر المستويات الوزارية. إن نظرة فاحصة لواقعنا العربي تؤكد وبوضوح أن الخلافات التي نعاني منها لن تقودنا إلا إلى مزيد من الفرقة في موقفنا وضعفا في تماسكنا، الأمر الذي يتوجب معه علينا العمل بكل جهد لأن نسمو فوق تلك الخلافات وألا ندع مجالا لمن يحاول أن يتربص بأمتنا ويبقى على معاناتها ويشل قدرتها على تجاوز هذه الخلافات لتبقى أسيرة لها تعطل قدراتها وإمكاناتها على النهوض والبناء والوصول إلى وحدة في الموقف وصلابة في الإرادة لمواجهة المتغيرات الراهنة والمتغيرات التي سنواجهها في المرحلة القادمة. إننا ندرك وأننا نعيش في عالم من حولنا يعاني أزمات وكوارث وحروب طاحنة ألقت بظلالها على الأوضاع الإنسانية لشعوب عديدة من حولنا على المستوى الإقليمي والدولي. ومع إدراكنا لها فلقد عملنا وسنواصل عملنا مع المجتمع الدولي للتخفيف من معاناة هذه الشعوب وفاء لمسؤولياتنا الإنسانية وإدراكا لحجم المأساة التي تكابدها هذه الشعوب. لا زال المجتمع الدولي يقف عاجزا عن إيجاد حل للكارثة التي يعيشها الأشقاء في سوريا بكل أبعادها رغم نتائجها وإفرازاتها الخطيرة، فالجهود السياسية لا زالت متعثرة بسبب تضارب المصالح والمواقف المتصلبة، والتي نأمل أن توفق جهود مبعوث الأمين العام لسوريا السيد ستيفان دي مستورا معها في تحقيق التطور الإيجابي الذي نتطلع إليه. وفي هذا الصدد أشيد بالدور الذي تقوم به الدول المستضيفة للاجئين السوريين وما تتحمله من أعباء جسيمة جراء ذلك، لا سيما الأشقاء في الأردن ولبنان والعراق ومصر والجمهورية التركية الصديقة. وحول الوضع في اليمن فإننا في الوقت الذي نعبر فيه عن ألمنا الشديد لاستمرار معاناة الشعب اليمني الشقيق نتيجة عدم الانصياع للإرادة العربية والدولية التي وضعت أسس الحل السلمي، فإننا نؤكد مجددا تلك الأسس القائمة على المرجعيات الثلاث فهي السبيل الوحيد لإنهاء تلك الكارثة التي استنزفت الأرواح ولا تزال وخلفت الدمار الهائل ولعودة الاستقرار لربوع ذلك البلد. إن الوضع فيما تبقى من أجزاء عالمنا العربي في العراق وليبيا والصومال بما يحمله من معاناة كبيرة لأشقائنا وتهديد جسيم لأمنهم وزعزعة بالغة لاستقرار منطقتنا، يبقى ألما نعانيه ونسعى إلى التخفيف من آثاره عليهم. وحول مسيرة السلام الشرق الأوسط لا زالت إسرائيل تقف حائلا أمام إنجاح هذه المسيرة لتحقيق السلام الدائم الشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأكرر الدعوة هنا إلى المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن للقيام بواجباته لإنهاء هذه المأساة
التي هي أساس ما تعانيه المنطقة من توتر وعدم استقرار. ولا يفوتني هنا أن أشيد بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي طالب إسرائيل إيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية. وحول الوضع في ليبيا الشقيقة يزداد قلقنا على مصير أشقائنا هناك وعلى مستقبل وطنهم وسلامته ووحدة أراضيه، ونأمل أن تتضافر الجهود الوطنية والعربية والإقليمية وجهود الأمم المتحدة للحفاظ على ليبيا الموحدة والمستقرة على أساس قرار الشرعية الدولية وبما يمكن حكومة الوفاق الوطني من تحقيق هذا الهدف المنشود. وحول العلاقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإننا نؤكد الأسس المستقرة في العلاقات الدولية والقانون الدولي والتي أساسها احترام سيادة الدول والامتناع عن تدخل بالشؤون الداخلية لها واحترام متطلبات حفظ الجوار، متطلعين الآن إلى استمرار المشاورات والحوار البناء بين دول المنطقة وبينها لتحقيق الأمن والاستقرار فيها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة الإرهاب التي تبقى تحدياً كبيراً يهدد أمننا ويقوض استقرارنا ويتطلب عملاً مضاعفاً وشاملاً مع المجتمع الدولي لمواجهة التنظيمات الإرهابية وفكرها المنحرف، لنحفظ للبشرية أمنها وللعالم استقراره، ونشيد في هذا الصدد بالإنجازات التي تحققت لأشقائنا في العراق في مواجهتهم لقوى الظلام، ونتطلع بأمل لهم لتحقيق مزيدا من الانتصار. وفي الختام أكرر الشكر لكم جميعا وتمنيا لأعمال اجتماعاتنا كل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على كلمته، وأشكر السادة الضيوف على حضورهم. إذن كما تابعنا في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية 28، نحييكم مجددا وأحيي ضيفينا الكريمين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور عبد الله الغانم، والأستاذ فهد الشرعان الخبير الاقتصادي. وبعد هذه الكلمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نستأنف حوارنا هنا في الاستوديو حتى نتطرق إلى تلك النقاط التي ذكرها سموه خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية 28 في الأردن. الكويت رقم كبير في معادلة التضامن العربي. الكويت دائما حاضرة على جميع المستويات وبقوة لتعزيز المصالحة العربية ودعم الجهود العربية في كافة السبل. دكتور عبد الله، سمو الأمير تحدث عن نقاط عديدة، يعني حاولنا أن نوجز بعضا منها لتكون نقاط للحوار لدينا هنا في الاستوديو. بداية في مستهل الكلمة، بعد أن يعني تقدم بالشكر لتنظيم هذه القمة، تحدث عن تحصين المجتمعات العربية وأشار بشكل مباشر عن الفوضى التي يعني شابت المنطقة العربية في أكثر من بلد ونتائج هذه الفوضى وضرورة
السيطرة على وحدة المجتمعات العربية. أهمية هذه النقطة بتقديمها في مستهل كلمة سمو الأمير. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح كلمة صاحب السمو كانت كلمة أول شيء ليست بطويلة، مختصرة، ولكنها مجملة لأهم الأحداث والاهتمامات العربية. أنا جذبني في مستهل كلام حديثة عن أهمية استخلاص العبر. عندما تكلم عن استخلاص العبر فهذه الجملة هي مهمة جدا. لماذا؟ لأن دائما نعرف أن الإنسان إذا لم يستخلص العبر سيدفع الثمن بشكل متكرر، وهذا ما أشار إليه الأمير عندما قال أنه يجب على المجتمع أن يتنبه لهذا الأمر. وأنا دائما أقول أن الإنسان عنده فرصة أن يتعلم من الماضي، فإذا لم يتعلم من الماضي يمكن أن يتعلم من الحاضر، لكن إن لم يتعلم من الماضي ولا الحاضر فلا داعي أن يفكر بالمستقبل. وهذا الأمر الذي أشار له سمو الأمير، أن احنا لكي نصحح ما حدث من أشكالات في الحاضر أن نصحح المسارات للمستقبل، وطرح فكرة أن يكون هناك نهج مختلف مشترك، وهذا مهم جدا حقيقة لما تكلم فيه. ولذلك أعتقد أن كلمة سمو الأمير كانت في بدايتها هي أهم نقطة، بقية النقاط كانت هي استعراض لكل الملفات التي سوف يتم تناولها في هذا الحوار. أقول فيها نتابع مجريات القمة. يعني فخامة الرئيس المصري يلقي كلمته الآن في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية 28 في الأردن، ونتابع حوارنا هنا في الاستوديو. أستاذ فهد، أشار سمو الأمير إلى الوضع الإنساني من خلال كلمته أيضا، وكانت في النقاط ربما الخمسة الأول في كلمة سمو الأمير، والمسؤولية الأخلاقية والمسؤولية الإنسانية تجاه هذه الشعوب المغلوب على أمرها. كيف يمكن تحريك العمل العربي لدعم هكذا تحرك فيما يخص يعني دعم العمل الإنساني، والإشارة إلى ربما بعض المشاكل الاقتصادية وبعض المجاعات التي قد تحدث بسبب ذلك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى، ونتمنى استمرار فعلا نجاح مثل هذه القمة، وتكون يكون إن شاء الله أن يعني يصلون إلى مثل ما يقولون تشخيص المشاكل ووضع حلولها. تشخيص المشاكل ممكن وارد، إنما الحلول هي المشكلة اللي يعني نواجهها. أمانة الحديث اللي تفضل فيه صاحب السمو الله يحفظه كان مركز، وكان مثل ما قال استخلاص العبر كان منه قصة مهمة جدا اللي نحتاجها. فاليوم هو في قال أننا ندرك أننا نعيش في عالم يعاني أزمات وكوارث وحروب ألقت بظلالها على الأوضاع الإنسانية لشعوب عديدة. أنا أعتقد معظم الشعوب العربية اليوم تعاني مثل هذه الأزمات، عدم الاستقرار في كثير من الدول. اليوم حتى عندنا كثير من الأنظمة الاقتصادية في بعض هذه الدول بدأت تصل إلى مرحلة لا نقول الانهيار لا سمح الله، إنما على يعني على شفير الهاوية نقول. يعني في أمور كثيرة في اقتصادياتنا لازم أن نطالعها بشكل واضح ونركز عليها، وأن الوضع الإنساني يأتي من تردي الأوضاع الاقتصادية، عدم وجود أمان استقرار واجتماعي، هذا كله هو تردي الأوضاع الإنسانية. عندنا مشكلة لاجئين، بعدها تجينا مشكلة نازحين اللي هم داخل الدول متحركين بعيدا عن المناطق القلقة، يبتعدون إلى على الأقل المناطق الآمنة. توفير مثل هذه المساعدات، العيش الآمن، المنام السليم، المشكلة أن في حتى أوبئة وأكون أمراض ممكن تنتشر، ممكن تنتقل عبر الحدود. في اليوم أنت تواجه مشكلة كبيرة جدا، تغطيتها مو بس عمل إنساني، في عمل إداري كبير محتاج نهج مرتب منظم يقوم بمثل هذه، تحتاج ميزانيات كبيرة جدا للأمانة متابعتها التوصيل لمثل هذه الخدمات. أنا أعتقد اللي يقدر يسوي مثل هذا، واعتقد الهيئات الانسانيه الموجوده في الاهليه، خلينا نتكلم ما اتكلم على الحكوميه، نطلع من الحكومه، في اعتقد مجرد الشعوب اليوم ممكن تقدم شيء كبير امانه اذا نقدر نوصل مثل هذه الرساله. تقديم شيء رمزي يصل الى تلك المناطق اعتقد كافي، ما احنا محتاجين زياده مصاريف اكثر ما احنا تركيزها ووصولها محتاجين منها. فاعتقد انا نبعد شوية الحكومات والحساسية، ونبتعد شوية، نجعل الأمر عمل نفعي عام، إتاحة الفرص، مساعدة، تذليل المصاعب التي تواجه الهيئات الإنسانية والاجتماعية، نرفع نبتعد شوية عن الشك وأن في مصالح، نجعل هذه الأمور الإنسانية تسير بشكل جيد تصل لمن يحتاجه، هذا أهم شيء. دكتور عبد الله، في إشارة إلى المعاناة العربية وخصوصا
في المناطق المتوترة. يعني سمو الأمير أشار إلى معاناة الشعب اليمني وضرورة العودة إلى الاستقرار تبعا للثلاث قواعد للمبادرة العربية، قرار 22/16 والخاص بعودة الشرعية في اليمن. أشار أيضا إلى الوضع في ليبيا والعراق والصومال، وأشار بشكل يعني أكثر دقة ربما في القضية السورية. وهناك بين جنبات الحديث ربما بعض الأسف عن عدم التمكن من الوصول، وحث الأمم المتحدة على ضرورة الضغط على كافة يعني الأطراف فيما يخص القضية السورية للوقوف على حل يكون عادل وبنفس الوقت يكون يعني مفيد أو نهائي للقضية السورية. هذه الأربعة قضايا يعني حملت أكثر من تعبير، كيف ترى ذلك في هذا الوصف الذي تخللته الكلمة؟ نعم، مثل ما بينت في البداية أن سمو الأمير استعرض هذه الملفات وهي ملفات يعني مضطربة جدا، وإحنا تناقشنا في هذا الموضوع قبل يعني ما يقوم سمو الأمير بالحديث عنها في الجلسة الافتتاحية هذه. لكن إحنا كخلاصة نستطيع أن نقول أن من لا يستطيع أن يساعد نفسه لا ينتظر مساعدة من الآخرين، وهذا ما على الدول العربية، على الدول العربية حقيقة أن تعمل على إيجاد الحلول بالتفاهمات من خلال رؤى ثابتة وليس أهداف فقط. مثل ما قلت أنا أستطيع أن أتفق معك بهدف، وقد يكون هذا الهدف عاطفي، وحدة عربية وما إلى ذلك، لكن ما هي الرؤية العملية؟ هل نملك رؤية عملية للاتجاه إلى هذا الهدف؟ هذا ما نعاني منه في الوطن العربي، وهذا سبب كل المشكلات حقيقة. ولنكون صريحين حقيقة، الفساد الحادث اليوم الإداري في معظم الدول العربية هو اللي قاعد ينعكس على القمم. أنت أصلح فسادك، اعكف على الداخل بإصلاح الداخل، وكل دولة تعكف على إصلاح الداخل سوف ينتهي الأمر فيها أنها تدرك مصالحها بشكل واضح، ولا تفكر فقط في كيفية يعني التعامل مع الأحداث بشكل مؤقت. إذا أصلحنا الداخل نستطيع أن نتعامل مع الآخرين بأريحية ومصداقية. هذه بعض الدول تفتقد هذه المصداقية لأنها لا تفكر إلا بذاتها، وبعض الدول يعني الكويت والله الحمد لها مصداقية عالية جدا في أنها دائما مثل ما شفت تتكلم عن قضية الإصلاح العام وإصلاح النظام العربي، بل هي التي كانت تحمل مبادرات أيضا مثل ما يعني دولة الكويت هي التي تحملت مبادرة قضية اللاجئين وتوفير وإقامة مؤتمرات لإعانة هؤلاء اللاجئين. هذه يعني نظرة جيدة وجميلة نتمنى أن تنتشر بين الدول العربية. هناك شق ربما يكون إداري في كلمة سمو الأمير، وهو طريقة جدولة أو طريقة التعامل مع القضايا ووضع ملفات قد تحتاج وقت مطول أو قد تحتاج حل على مدى أطول من مستوى قمة واحدة. فهناك إشارة لمسار جديد للعمل العربي أستاذ فهد بالتدقيق بقضايا محددة. هذا الشأن يعني يختص ربما بجانب كبير منه إداري بتحديد القضايا بغض النظر عن طريقة الحلول، ولكن جدولة هذه القضايا خلال القمم ومنظومة إدارية جديدة كيف يمكن أن تفعل في القمم العربية من التاريخ السابق. يعني كلمة صاحب السمو الأمير حفظه الله اليوم لما تيجي هو ما حط إيدينا بس على يعني المشاكل اللي موجودة، هذه موجودة المشاكل ومطروحة، وكل يعلم أن المنظمات الرسمية على أعلى مستوى هي تعلم هذه المشاكل وعندها الحلول، إنما توفير هذه الأجواء السليمة والبيئة المناسبة لتعديل كل دولة مثل ما قال دكتور عبد الله. اليوم أنت لما تيجي كل دولة لا تطلب مساعدة الآخرين، صحيح إذا أنت فعلا أنت مو قادر تساعد نفسك. فاليوم المطلوب من الدول هذه هو فعلا يعني تشعر بمسؤولية قادمة ومسؤولية مهمة جدا تجاه شعوبها وترتيب نفسها. هذه المشاكل إذا صارت عمومية لن نستطيع أن نصل إلى فعلا أسبابها الرئيسية. كل دولة وكل يعني مثل ما يقولون أهل مكة أدرى بشعابها، كل دولة تعلم مشاكلها الداخلية وأسباب عدم الاستقرار إذا كان هناك فعلا عدم استقرار. التضحية اليوم بالقضايا الخاصة مهمة جدا، اليوم احنا هذا المهم جدا نكون في أهداف نتفق على الأهداف صحيح، إنما طريقة العمل والوصول لها كل واحد لها مسار. إذا ما تحددت والكلام ترى دقيق جدا هو من خلال الكلمة نجد هناك وضع لحلول. نعم صحيح كلام. طيب يعني توجيه لحلول معينة من ضمنها التدقيق بقضايا محددة يعني ونترك
هو يعني من ضمن الكلمة يعني بكلمة سمو الأمير قال نترك بعض القضايا التي تحتاج وقت أطول للمجالس الوزارية، ومن ثم إن يعني لازم الأمر في اجتماعات لاحقة أو في قمم لاحقة نتحدث عن ذلك، لكن حدد أنه يفترض التركيز كما ذكرت، يفترض التركيز على قضايا معينة. هو استعمل كلمتين جميلة، هو قال نهج جديد، نهج جديد في عملنا العربي المشترك والمسارات. هو لما أنت تيجي تحدد نهج جديد يعني كيف يعني إدارة جديدة، طريقة جديدة للنظرة، تحديد مثل ما أنت قلت البحث عن النظر إلى الأمور المهمة جدا، الابتعاد عن الأمور الجانبية. هذا الأمر الآن شنو المهم جدا بالنسبة للشعوب العربية؟ الأمان والاستقرار. اليوم احنا قلق، المجتمع كله قلق، لله الحمد يعني شوية ممكن الخليج العربي هو شوية اللي شوية مؤمن، نتمنى أن يستمر مثل هذا ويعم على الجميع. عدم الاستقرار هذا هو لن يولد أكثر من زيادة بالارتباك وزيادة بالنتائج السيئة القادمة، إنما هو التركيز على هذه المشاكل وحلولها ينبع من الدول نفسها، ومساعدة الآخرين ممكن تأتي لاحقا. الآن يجب أن تعترف هذه الدول بأن لديها مشاكل، وهي أن يقدم مشاكلها فعلا ولا يقول هو على الإنجازات والشيء السليم. يجب أن تدرك أين الأخطاء عندك وشنو المشكلة اللي عندك، بعد ذلك يبدأ ترتيباته، وعندما تحتاج شيء من الباقين يستطيعون يوفرون لك. ما أعتقد احنا ممكن مساعدات نقدمها، كل دول عربية أمانة وخصوصا مثل ما قلت لك والشعوب مستعدة تقدم. اليوم تجد انت تبرعات اليوم قاعد نشوفها بلحظات ممكن تجمع بعض الملايين، ممكن أن تقدم لما نتساعد، لما يكون عندنا فعلا مسار جيد ونهج طريق جديدة، طريقة جديدة نستطيع أن نوصل فيها هذه المساعدات ونثق فيها. ما أعتقد هي القضية المالية مهمة جدا، توفيرها مهم جدا، إنما توجيهها هو الشيء السليم. عدم توجيهها وتسربها قبل لا تصل إلى أهدافها هذه المصير، لأن قد تتحول إلى أداة استنزاف أكثر ما هي أداة إغاثة. بالضبط. دكتور عبد الله، تعلم أنه القضية الفلسطينية أو الملف الفلسطيني هو ملف حاضر في كل القمم العربية منذ أولاها، لكن هناك إشارة من خلال كلمة حضرة صاحب السمو للاستيطان الإسرائيلي، يعني جاءت تحديدا، وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية فيما يخص الشأن الفلسطيني، وفي نقطة يعني تشير دون لبس إلى أنه عدم الاستقرار هو عامل مؤثر في أمن المنطقة ككل. يعني كيف ترى تحديد هذه المكامن للاستقرار؟ نعم، أعتقد القضية الأساسية في الملف الفلسطيني هي مرتبطة بثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هو صراعنا مع الجانب الإسرائيلي، الزاوية الثانية هو أيضا إشكالياتنا مع الجانب الفلسطيني في التوافق مع بعض البعض، الجانب الثالث هو إصلاح العقل العربي، إحنا نحتاج إلى إصلاح العقل. خلافنا مع الإسرائيليين معروف ومدرك زمنيا حقيقة، ولا نستطيع أن نتعامل معه بسهولة لأنهم عندهم نظرة بأنهم هم يملكون الكف الأرجح، وبالتالي كيف نستطيع أن نصل إلى مستوى موازي لهم بحيث أن إحنا نبين لهم أن الكف الأرجح هذه مع مرور الزمن أصبحت متوازنة بيننا وبينكم. نحتاج إلى إعادة إصلاح الجانب الفلسطيني أو تحقيق التوافق بيننا، ثم النظر بعد ذلك في المبادرة العربية وإعادة النظر فيها مرة أخرى. على كل يعني سعدنا بصحبتكم الدكتور عبد الله الغانم أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، شكرا جزيلا لك على الحضور وإطلاعنا خلال هذه التغطية، والخبير الاقتصادي الأستاذ فهد الشرعان أيضا شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم مشاهدينا لمتابعة هذه التغطية والخاصة بالقمة العربية 28 هنا من استوديو الأخبار بتلفزيون دولة الكويت. كل التحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.